جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، مساء الخير. مساء الخير على اللي بيتابعوا البيت الكبير من داخل أو خارج مصر. برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا البيت الكبير، بيت كل الأهلوية. حلقة النهاردة أكيد حضراتكم يعني بتستنوها، لأن خلاص بقيتوا عارفين فقراتها، يعني فقرات يوم الثلاث بقت اوريدي معروفة بالنسبة لحضراتكم. النهاردة مشرفنا كالعادة زي كل يوم ثلاث الناقد الرياضي عمر البنوبي. عمر هيتكلم في ملفات مهمة جدا على المستوى العالمي، على الصعيد العالمي، مع كابتن هاني رمزي. في الفقرة الثانية إن شاء الله معنا الكابتن علاء إبراهيم، نجم الأهلي السابق والمدير الفني الحالي للشرقية للدخان. وهنا في سؤال الحقيقه يعني بيطرح يعني نفسه بشكل كبير جدا، هل النهارده المساحات، انا عماله اقرا ردود الافعال من الصبح او من امبارح حتى بالليل على موضوع المساحات، مين هيقدر يعمل المسحه اللعيبه؟ لا انت كمان النهارده بتفرض عليهم غرامات على اللاعب الذي لم يخضع الى مسحه. النهارده عايزين نعرف بقى، طب دور بقى الانديه اللي هي في القسم الثاني، الشرقيه للدخان واحد منها، فعايزين نسال الكابتن النهارده علاء ابراهيم هذه الاسئله. بعد كده طبعا انتم على موعد مع خط احمر، خط احمر والزملاء الاعزاء احمد اسامه ومحمد فارس عندهم اكيد ملفات كتيره جدا هيتكلموا فيها، واحنا كمان عندنا كلام كتير هنلقي ضوء عليه اكيد بكل موضوعيه. قبل ده اسلم على زميلي الكابتن. مساء الخير يا سلام، اهلا بيكي، برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم يوم جديد من ايام البيت الكبير. قبل ما نخش في اي موضوعات احب انوه لحضراتكم وافكر حضراتكم بسؤال حلقتنا النهارده في البيت الكبير، اللي كان بيقول طبعا على صفحه القناه الرسميه على الفيسبوك على تويتر وعلى انستجرام، كان السؤال بيقول تقييم حضراتكم للدوري الممتاز حتى الان، دوري المصري حتى الان، تقييم حضراتكم ليه على المستوى الفني، على المستوى اداء الفرق، على مستوى المفاجآت، على مستوى كمان بعض الانديه اللي ممكن كانت يعني بتعاني بشكل كبير جدا. هنستنى طبعا اجابات حضراتكم وهنلقي الضوء عليها وهنقولها في فقرات برنامجنا كالعاده. لكن خلينا نتكلم الاول على بعض النقاط المهمه جدا جدا، ومتعودين في قناه النادي الاهلي دايما ان احنا يعني بنبين الصوره على حقيقتها، ودايما بنقول ان السوشيال ميديا ليها ايجابياتها وليها سلبياتها، لكن احنا دايما وراء الايجابيات، لكن دايما بنوضح لجماهير النادي الاهلي لحضراتكم الصوره واضحه وكامله. حضراتكم عارفين وجماهير النادي الاهلي عارفين اكتر مننا كمان ان يمكن في اوقات كده في السيزون لما النادي الاهلي بيمر بمباريات مهمه او بيكون عنده يعني خطوه مهمه نحو بطوله او يعني داخل على مباريات مهمه، في بعض الاشاعات بتطلع، اذا كانت على مدير فني في وقت قبل كده كان بيتكلموا على موسيماني وراحله للامارات، بيتكلموا كمان لو فاكرين على موضوع كهربا، انتقال كهربا للنادي الاهلي وما اثير بعدها يمكن باسبوعين ان كهربا لا عنده مشاكل وهيروح هيرجع تاني السعوديه. يعني دلوقتي كمان بنتكلم ويمكن لما بنفتح كل السوشيال ميديا او الميديا بصفه عامه بنلاقي خبر على ديانج موجود في النادي الاهلي، لا بس هو زعلان، اصله هو مقموص عشان ما بيلعبش، اصله هو عنده بعض العروض، جلاتا سراي بيتكلم مع ديانج، ديانج عنده عروض في الخليج، ديانج عنده عرض من نادي فرنسي. فخلينا نتكلم بكل امانه انه نقطتين مهمين جدا، المحور الاولاني ان احنا عارفين ان النادي الاهلي قافل عليه كويس، النادي الاهلي عنده لجنه تخطيط بتخطط لعقود اللعيبه بشكل اكتر من الشكل الاحترافي او من الشكل العادي في مصر، بشكل احترافي كبير جدا، فدي جزئيه مهمه جدا ان لجنه التخطيط في النادي الاهلي بالنسبه للتعاقدات بتسير بشكل احترافي ومفيش اي حاجه بتعطل هذه المسيره. الجزء الثاني على مستوى اللاعبين، اللاعبين كمان مركزين جدا في المرحله ديت، مفيش اي حاجه واصله لديانج وديانج زي الفل وبينزل وبيلعب ومبسوط ما عندوش اي مشكله خالص. موسيماني اتكلم عن النقطه ديت، هو معاه قماشه كبيره واسعه جدا يلعب ما يلعبش اللي بينزل، ودايما النادي الاهلي متعود على كده، وديانج دخل خلاص في مفرمه النادي الاهلي، عارف اللي بينزل ان شاء الله دقيقه بيموت نفسه، المباراه اللي فاتت نزل في الدقيقه 92 عامل اللي عليه. فخلينا نتكلم ان دايما بنوضح لجماهير النادي الاهلي، لا وانا فاهم ان جماهير
النادي الاهلي فاهمه ده كويس، ان كل مرحله من المراحل بيكون في بعض الاشاعات، بعض التوقيات اللي عايزه تهز استقرار النادي الاهلي. استقرار النادي الاهلي يا سهام ما بيتهزش من هذه الاساليب، وعارفين ومتاكدين، وانا واحد اتربيت في النادي الاهلي ان الفرقه قافله على نفسها، ان الاداره شغاله بشكل اكتر من رائع، الجهاز الفني بيحاول بقدر الامكان يصحح من اخطائه وبيوصل للشكل المناسب اللي يفرح جماهير النادي الاهلي على مستوى اللعيبه، كلهم منسجمين بشكل اكتر من رائع، وكله مركز في المشوار الطويل. احنا عندنا مشوار على المستوى المحلي الدوري، وكمان على المستوى الافريقي بدايه ان شاء الله كمان من يوم السبت الجاي، مباراه مهمه جدا. اكيد اكيد انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا، ويمكن ده بنسمعه من وقت للتاني. يعني انا الحقيقه ان انت لو في نظام هتكون في حته ثانيه خالص، والحقيقه في ناس مصره على فبركه الاخبار ضد لاعبي الاهلي تحديدا. وهنا السؤال، يعني يا جماعه، يعني هو ما ينفعش يوم يعدي من غير ما نطلع حاجه على لعيبه النادي الاهلي، من غير ما نلاقي اخبار كاذبه عن الاهلي او لعيبه الاهلي او موسيماني. انا مره افتكر بعد ما تم التعاقد مع موسيماني في أكتر من موقع الحقيقة، والمفروض ونحط يعني كذا خط تحت المفروض دي، إنها مواقع محترمة وليها اسمها، ويقول لك أصل موسيماني ماشي، أصل ماشي من الأهلي علشان جاله عرض من الإمارات وهو لسه متعاقد مع الأهلي. طب نفبرك أخبار أو نفبرك حاجة تتصدق؟ فهي دي المشكلة اللي أنا بقف عندها، إن حتى ما فيش حرفنة في كتابة الأخبار المفبركة أو الكاذبة. أنا عندي مشكلة رهيبة في الموضوع ده. يعني وإنت بتكتب الخبر المفبرك لازم برضو يكون عندك يعني احترافية، وده الحقيقة عمره ما بيشغل دماغ أي حد لو كان عاقل. فنقول تاني أستفيق ويرحمكم الله، في يعني حتى زادت حدتها جدا في الفترة الأخيرة، على الرغم من أن الأخبار دي بتتفبرك عن الأهلي. يعني دي مش عارفة، يعني الأخبار دي اللي بتتفبرك قد تكون صحيحة في أندية تانية، تتخيلوا بقى؟ يعني الأخبار اللي بتتفبرك دي وبتكتب دي موجودة حقيقي، والكلام اللي بيتكتب صح جدا، بس عن أسماء وأندية أخرى بعيدة تماما عن الأهلي، ولكن محدش بيتكلم، زي ما بيقولوا كده يعني ودن من طين ودن من عجين. فعموما إحنا هنا في البيت الكبير علشان نوضح أو تنأكد إن إحنا بنواجه هذه الأخبار، ولو عندنا حاجة قوية بنقولها وبنرد عليها. يعني دايما ما بنردش، دايما بنتعمد ان احنا هنا بنتابع كتير جدا، لا ده انتوا المفروض تردوا، لا ده انتوا المفروض تقوموا تقفوا، ده انتوا المفروض مش اي حاجه بنرد عليها، لان هو ده القدر الكبير. ده لا صحيح. القدر الكبير هو بص ان انت بص يا سهام، تاني هقول ان موضوع السوشيال ميديا واخد اكبر من حجمه بشكل كبير، وصدقيني حتى على صفحه القناه بعض الغير منتمين للنادي الاهلي بيخشوا بيحاولوا يثيروا الفتنه، ويثيروا الفتنه على موسيماني على سبيل المثال، على بعض اللعيبه. الاخبار المفبركه دي زي ما قلت لك، يعني على مستوى التعاقدات في لجنه مسؤوله، مسؤوليه تامه، على مستوى اللاعبين مركزين بشكل اكتر من رائع، ما عندناش اي مشكله خالص جوه الدريسنج روم، جوه اوضه اللبس، وده مهم جدا. على مستوى الاداره، حتى على مستوى الاداره الفنيه، موسيماني مركز بشكل كبير جدا في الشكل الفني للنادي الاهلي، ازاي يظهر بمستوى جيد الفتره اللي جايه، وان شاء الله باذن الله بدايه من مباراه يوم السبت مع مشوار الدوري الطويل. لا بس خلينا يعني بعيدا عن كل دوت، احنا مركزين وماشيين في طريقنا بشكل اكتر من رائع. خلينا نروح ونطمن جماهيرنا عن الفريق. النهارده يمكن عارفين ان شاء الله بكره الفريق هيرجع تاني للتدريبات، كان في اجازه يمكن راحه سلبيه امبارح في اطار طبعا استعدادات للمباراه المهمه جدا جدا امام فيدا كلوب الكولغول يوم السبت اللي جاي ان شاء الله، ده في الجوله الثالثه طبعا في مجموعه النادي الاهلي. ان اكيد المهمه، يعني هقول مباراه مهمه جدا جدا، ما بتكلمش على المباراه دي، المباراه دي بروحين، مباراه النادي الاهلي مع فيتا كلوب هنا وهناك في الكونغو، لان ان شاء الله باذن الله الست نقاط دول يحطوا النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله في الصداره، وبيبعدوا تقريبا فيتا كلوب عن المنافسه خالص. حضراتكم عارفين يمكن في نفس الجوله هيلاعب سيمبا، هيلاعب المريخ. على الورق مكتوب ان سيمبا ممكن جدا يفوز على المريخ، وبالتالي يعني مباراه فيتا كلوب يوم السبت ان شاء الله هي اهم مباراه يمكن في مشوار النادي الاهلي من خلال دوري المجموعات.
فكل التوفيق بقول لحضراتكم، بطمنكم على الفرقه. يعني الفرقه كان عندها راحه سلبيه امبارح، النهارده رجعوا للتدريب بشكل اكتر من رائع، بيستعدوا للمباراه بشكل كبير جدا. ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا باذن الله. يا رب باذن الله. في نقطه ثانيه كمان مهمه عايزين نطمن طبعا حضراتكم، يعني نطمن جماهير النادي الاهلي على اللعيبه، او ان اللعيبه عندهم اصرار شديد جدا النهارده ان هم يحافظوا على البطوله الافريقيه للموسم الثاني على التوالي، ويشاركوا في كاس العالم للانديه، ومواجهه اكيد مش سهله. فيتا كلوب هو كمان بيدور على نتيجه ايجابيه علشان يفضل محافظ على اماله في التاهل، وده افتكر يعني دي امال مشروعه، ولكن الصراع قوي. والحقيقه يعني ما بين سمدا والاهلي وفيتا كلوب، يعني يمكن المريخ بعد بعيد جدا، لكن اكيد كلنا ثقه في موسيماني، اكيد كلنا ثقه في الجهاز الفني المعاون له وايضا اللعيبه، فده شيء مهم جدا طبعاً جدا طبعاً. لازم ان احنا ناكد عليه باستمرار، ناكد عليه باستمرار ان احنا سبورت للاعبتنا، سبورت للجهاز الفني، جماهيرنا الواعيه لازم تكون في ظهر لعيبتها في المشوار اللي جاي على المستوى الافريقي وعلى مستوى الدوري. وكمان من الحاجات اللي لفتت نظرنا يمكن في الساعات القليله اللي فاتت، يعني قوة الدوري المصري. نفتكر حضراتكم مع عودة الدوري المصري الناس كانت بتتكلم بشكل ان الدوري المصري هيبدأ مهلهل، ان فترات كبيرة جدا اللعيبة كانت واخدة راحة كبيرة، وان عودة الدوري المصري هيظهر بشكل ضعيف شوية خاصة في الأسابيع الأولى. لكن فوجئنا بالمستوى الرائع للدوري المصري بكل أمانة. الدوري المصري السنة دي ليه طابع خاص، ليه ميزة مهمة جدا ما كانتش بتظهر في سنوات ماضية، انك حتى بتتفرج على اي مباراة ما بتعرفش مين اللي يكسب لاخر دقيقة في المباراة. يعني النهاردة حتى على سبيل المثال مباراة الجونة وسموحة 2-2، النتيجة رايحة جاية. طبعا سموحة في الدقيقة يعني البلاس برضو 90 بيحرز هدف من ضربة جزاء. فخلينا نتكلم ان مستوى الدوري السنة دي مختلف، خاصة كمان مع متعودين اللي بيطلع من الممتاز بيه بيتعطر شوية وبيبقى في المراكز الأخيرة. لا احنا عندنا ثلاث فرق أعتقد أدوا بشكل أكتر من رائع، بتكلم على سيراميكا، بتكلم على البنك الأهلي، بتكلم على غزل المحلة، بيأدوا بشكل لغاية دلوقتي في حدود الإمكانيات بشكل أكتر من رائع. كمان كان النهاردة مباراة يمكن كمان بيراميدز والمصري كان التعادل لآخر الدقيقة تقريبا 87، وقدر بيراميدز يحرز هدف الفوز. فعايز أقول إن الدوري السنة دي ليه ميزة خاصة، والدوري إن شاء الله يفرز كمان لعيبة على مستوى عالي يستفيد بيهم الكابتن حسام البدري في المشوار على مستوى الدولي إن شاء الله. لكن زي ما بقول لك يا سهام، كان الكل متوقع بعد عودة الدوري ويمكن فترات طويلة كده من التوقف، كانوا بيقولوا إن الناس هترجع تعبانة ودوري المصري هيبقى مستوى ضعيف. لكن إحنا فعلا لغاية دلوقتي يمكن وصلنا للجولة 14 بالدوري المصري، يعني أنا شايف إن هو مميز جدا. في بعض الفرق متعثرة شوية، لكن على المستوى العام أعتقد دوري إلى حد ما فنيا يعني شكله كويس. أنا النهاردة شفت الجونة وسموحة، أنت مش قاعد مستني لحكم المباراة يطلق الصافرة زي ما بيقولوا، يعني قاعد مستمتع مش عارف مين اللي هيكسب في آخر، يعني عشان في آخر فرقتين عايزين يكسبوا، عشان في فرقتين عايزين يكسبوا. وفعلا انتهت بالتعادل 2-2 يعني. فطبعا لو تفتكروا حضراتكم هنا، يمكن قلت الكلام ده من 4 أو 5 جولات، وأنت النهاردة بتتكلم على 14، يعني الجولة الـ 14 من الدوري، قلنا إنه دوري السنة دي مختلف ودوري قوي جدا على المستوى الفني. لكن هنا برضو يعني عايزين بصراحة نطرح تساؤلات كتيرة جدا لاتحاد الكورة، اللي بيجبر الأندية ان هي تتحمل تكلفة مساحات المباريات. طيب الأندية دي اللي مثلا مواردها قليلة، ويمكن كنا بنتكلم في الموضوع ده امبارح مع كابتن أحمد فوزي، الأندية اللي مواردها قليلة ما عندهاش مورد، هتعمل ايه؟ في أندية مش محتاجة كلام، أندية بتعاني، أندية فعلا بتعاني. أنت النهاردة بتفرض كمان غرامة على اللاعب اللي مش هيخضع لمسحة، هتدفعه 10,000 جنيه. والجديد بقى كمان أن النهاردة في كلام أن اتحاد الكورة لا بيدرس أنه إيه ما يتحملش مساحات الحكام. أمال إيه؟ يعني أنا برضو يعني اتحاد الكورة أو اللجنة الثلاثية اللي بتدير الكورة في مصر النهاردة عايزة توصل الأندية واللعيبة في إيه؟ يعني أنا نفسنا الحقيقة مش عايزة أقول عشوائية، لكن التضارب ده في اتخاذ القرارات، ولا بنتخذ قرار لا بنتراجع عنه،
أرجوكم يا جماعة النهاردة أنتم في اتحاد الكورة لازم تشوفوا حلول إيجابية في هذا الموضوع بالذات، لأن كل اللي أنا يعني بتكلم فيه النهاردة ده بيعمل أزمات كتيرة جدا حتى على المدى القريب. يعني النهاردة أنت اسمه إيه المصري مثلا أو غزل المحلة أي نادي خضع أنه هو مش لعبته مش هتخضع للمسحة، طيب بتلاعب زي فريق زي النادي الاهلي او الزمالك او الافريقي صح او اي فريق النهارده مثلا عنده بطوله افريقيه، طب ذنبه ايه؟ المشكله كبيره على مستوى الحكام طبعا إيه؟ خلينا نتكلم في جزء مهم جدا، هناخد من جزئيه الحكام. طب الحكام هي مسؤوليه خاصه، دي لجنه جوه اتحاد الكوره، لجنه مسؤوله جوه اتحاد الكوره، فانت لما بتقول للحكم انا مش هعمل لك المسحه وبالتالي الحكم دوت ما هو جزء من المباراه وبالتالي علامة استفهام، لأن الحكم جزء من اتحاد الكرة وشغال يعني تبع لجنة داخل اتحاد الكرة. الجزء الثاني اللي اتكلمت فيه جزء مهم جدا، الأندية اللي بتعاني وعندها مشاكل كبيرة جدا، وما بتكلمش كمان على الأندية الصغيرة أو الأندية الكبيرة، كل الأندية في العالم عندها مشاكل بسبب فيروس كورونا. طيب الجزء الثالث ايه الحلول اللي ممكن تتقدم؟ يعني دايما بنقول المشكلة، طب ايه الحلول؟ طب ما اتحاد الكرة عنده سبونسر، السبونسر ده مسؤول عن كره القدم، بيدفع فلوس، يعني في سبونسر، في اعلانات، في راجل بيدفع فلوس عشان يعلن اسمه على تيشيرت المنتخب او اتحاد الكوره. طيب ما جالتش فكره ان ممكن تعمل هذا السبونسر، لو انت بتتكلم السبونسر ده هو اللي يعمل المساحات يتحمل تكاليف، لان هو مسؤول جمال. ليه دايما بنطلع المسؤوليه وبنحملها على الانديه؟ ليه دايما لا النادي انا ماليش دعوه؟ وبعدين ايه مش يعني كمان انت بتحط غرامه 10,000 جنيه لكل لاعب مش هيعمل مسحه، وهيضاعف كمان في حاله تكرار. هي المشكله مش المشكله من مين، المشكله ان كل اتحاد في كل العالم بيعمل لصالح الانديه، اتحادات بتعمل لصالح الانديه للارتقاء بمستوى المسابقه، الارتقاء بمستوى اللاعبين، عشان من هنا نبدا يكون عندنا منتخب قوي. طب انت كده بتهد المسابقه، يعني لو استمريت على هذا التعنت وهذا القرار اعتقد المسابقه هتيجي في وقت من الاوقات. يعني كان في النهارده مشكله، بيراميدز قال المصري مش عامل مسحه، طب ازاي ايش ضمني ان اللعيبه بتاعتي اللي هتروح تلعب افريقيا أيوه. هنعمل مساحات افرض يعني كل ده وارد العدوى، وبالتالي المسؤوليات لازم تتضح. انت اتحاد كوره مسؤول عن هذه اللعبه، انت عندك سبونسر، السبونسر لو انت مش بتقول للانديه لا الانديه لا، قول للسبونسر بتاعك اللي بيدفع لك فلوس وبيدفع لك فلوس كتيره محترمه انه يشيل هذه الجزء، وهو يعلن كمان مفيش مشكله ان احد السبونسر بتوع اتحاد الكوره يعلن ان هو المسؤول دلوقتي منه، ان السبونسر بيعمل اعلان لنفسه، وفي انك بتشيل كمان معاناه على الانديه. ففي حلول، يعني في حلول، لكن التعنت في هذه القرارات اعتقد مش هتستمر بشكل طويل. بس الحلول ما اتطرحتش يعني. والانديه برضو عماله تتساءل. النهارده المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه بيقول لك خلاص احنا هنعمل المساحات ديت للاعبتنا، بس ايه العمل يعني؟ يعني ايه المطلوب مننا؟ النهارده الاتحاد السكندري قال لك لا مش هعمل المساحات للاعبتي. فانت النهارده السؤال هنا برضو اللي بيطرح نفسه هو ايه الاولويه عندك؟ ايه الاولويه عندك؟ الاولويه عندك ان انت تحافظ على صحه اللعيبه، صحه وسلامه اللعيبه، ده من وجهه نظري. ما فيش شك طبعا، ده قبل اي مسابقه وقبل اي مباراه واي بطوله واي قبل اي حاجه انت بتحافظ على سلامه بشر حتى مش لعيبه. فده رقم واحد. رقم اتنين، امبارح وزاره الشباب والرياضه اعلنت ان هي في 42 مليون دخل لكل الانديه طبعا، وبتساهم شكرا مشكوره للانديه الشعبيه علشان بتعاني كمان وبتعاني اكتر النهارده بسبب كورونا. طيب فين الجزء البسيط منها ده؟ انت كان فيك ان انت جزء منها تخصصه للمساحات. طبيعي. مفيش اهم من الصحه. بص سهام، هو لما بيطلع قرار للاسف برضه لما بيطلع قرار تبعياته مش مدروسه، ولما يطلع قرار لازم يكون القرار ده له ايجابيات وفي بعض السلبيات، انا مش شايف في هذا القرار اي ايجابيات. الجزء الثاني زي ما بقول لك في حلول، لازم اتحاد الكوره يجد الحلول علشان يرفع من معاناه الانديه بشكل كبير جدا. النقطة اللي أنت اتكلمت عليها مهمة لصالح طبعا صحة اللاعبين، صحة اللاعبين تنعكس على البطولة والبطولة تنعكس على المنتخب، فكلها دايرة ماسكة في بعض. أنت لما هتشيل جزء من هذه الدايرة هيأثر المسابقة، لا قدر الله دلوقتي حصل مشكلة والأندية قالت لا مش هندفع والمسابقة وقفت، يا ترى كابتن حسام البدري هيكون سعيد بهذا التوقف؟ أكيد لا. هل هيكون في صالح الدوري المصري والفاليو بتاع الدوري المصري إن الدوري المصري وقف علشان المساحات؟
اكيد لا، ومش هينفع تشيل ترس يعني. انا بقول لك هي كلها حلقه، اتمنى ان شاء الله باذن الله يكون في حلول، لان دوت شيء مهم جدا لصالح الكره المصريه وصالح اللعبه ولصالح كمان زي ما انت قلتي صحه اللاعبين، وده الاهم يعني. طبعا السيد احمد مجاهد عليه ان يجيب. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل الناقد الرياضي عمر البنوبي وكابتن هاني رمزي في البيت الكبير. برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير. عندنا في الفقرة ديت ملفات كتير، ملفات على مستوى الاتحاد الأفريقي وانتخابات رئاسة الكاف، عندنا ملف كمان عن طبعا لاعبتنا المحترفين خارج مصر وانضمامهم للمنتخب الفترة اللي جاية وكواليس حتى على المستوى العالمي، وما فيش أفضل من الناقد الرياضي المتميز دايما عمر البنوبي عشان نكلمه عن هذه الملفات. عمر بنرحب بيك. اهلا بيك. وحشني. وحشني اكتر. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد كله لله. كله بخير؟ كله كويس. المعركه ساخنه، والانتخابات الاتحاد الافريقي ورئاسه الكاف خلاص خلال ايام ستحسم بشكل كبير. عايزين نعرف منك الكواليس وما دار خلال الايام اللي فاتت، يعني قبل اليوم الرسمي لانتخابات رئيس جديد للاتحاد الافريقي. يعني هو طبعا في كواليس كتير للموضوع، كانت الناس متخيله انه هنوصل لمرحله الانتخابات والتصويت الطبيعي لحد ما نحسم، لكن في افريقيا الوضع طبعا بيبقى مختلف شويه. يعني كان في نوع من انواع التسويه والاتفاق على مين هيدير الكاف الفتره اللي جايه، وده كان يعني ممكن مفاجاه للبعض، لكن هي كانت واضحه انه الانتخابات كانت شبه مش متكافئه قوي، لانه مثلا حمله باتريس موتسيبي اعلنت اللي هو الملياردير الجنوب افريقي رئيس نادي سان داونز او مالك نادي سان داونز انه عنده او حسم من 35 ل 40 صوت، منهم اصوات من شمال افريقيا واصوات من غرب افريقيا، وده كان تصريح رسمي من حملته في اجتماع معلن وفي مؤتمر كبير في جنوب افريقيا، وبالتالي ده معناه ان مفيش منافسه، معناه انه لانه اللي هيجيب 28 صوت ينجح من الجوله الاولى اصلا من غير اعاده، بالتالي لما يكون هو بياكد انه ضامن من 35 ل 40 صوت فكده الموضوع محسوم. هي الفكره عمر برضه عشان الناس تفهم، هي الفكره بتيجي ازاي؟ خلاص ان طب تعالوا نقعد مع بعض ونقسم الموضوع على اساس يبقى الامور محسومه من قبل الانتخابات، يعني ونستفيد من كل الكوادر، ما يبقاش حد زعلان يعني برضه عشان ما يبقاش حد زعلان، بدل ما نخسر حد. صحيح. يعني هي زي ما حضرتك قلت هي نوع من الاتفاق علشان كل الناس يبقى لها دور، ما يبقاش فيه خساره لكادر معين او كادر شاب. احمد ولد يحيى كادر جيد جدا. صحيح. وعمل تجربه ناجحه في موريتانيا كرئيس نادي، سيطر على البطولات هناك، ثم رئيس اتحاد بعد كده، ثم وصوله للتواجد في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي، وانه الكلام ده كله كان رئيس اتحاد وعنده 35 سنه، يعني برضه كان تجربه مميزه له في منطقته. لكن الفكره نفسها كمان انه فكره الاتفاق ما بين مرشحين غرب افريقيا ما كانتش هتبقى سهله. احمد ولد يحيى كان متمسك تماما بانه هو اللي يخوض العمليه الانتخابيه وانه ينافس على رئاسه الكاف. جاك انوما الافواري رصد الحمله بتاعته، رصدت 15 مليون يورو، وده رقم برضه مش قليل لحمله مرشح للانتخابات. وعندنا اوجستين سنجور رئيس الاتحاد السنغالي برضه واخد دعم كويس من بلده، كان بيفكر انه يستمر، وبالتالي بعد جوله عملها انفانتينو ومعاه بعض المسؤولين من الفيفا ومن الكاف على بعض الدول الافريقيه، يمكن هو زار معظم الدول الافريقيه، ممكن بس باستثناء الجزائر كوت ديفوار ما كانش فيه، ما حسش ان الدنيا هتبقى هناك كويسه او ان هو محتاج الزياره قوي فاتلغت على طول، لكن راح افريقيا الوسطى، راح رواندا، راح موريتانيا، لف افريقيا كلها، السنغال، لف دول كتيرة جدا، واختتم بزيارة المغرب. زيارة المغرب هي الزيارة الوحيدة اللي قعدت يومين. قعد يومين في المغرب، اطلع على الترتيبات الخاصة بالانتخابات الاتحاد الافريقي اللي هي 12 مارس ان شاء الله. بنتكلم في 10 ايام او اقل ان شاء الله هتقام الانتخابات، تبقى جمعية عمومية في العاصمة في المغرب في الرباط. يمكن ده جزء من الاجتماع اللي عمله انفانتينو في المغرب مع الفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي، معاص حجي كان سكرتير عام الكاف. ده لعيب على فكره لعبت ضده يا كابتن، بس هي الصوره عدت بسرعه، باسكالت سوبر بيرلر حارس مرمى منتخب سويسرا بالظبط. يعني بدايته كمان كان حضرتك كنت موجود هناك ولعبتوا ضد بعض. صحيح. في المانيا كمان كان لما كان حارس مرمى بايرن ليفركوزن، هو ده اللي على اليمين بالمناسبه، هو من المقربين جدا لانفانتينو.
يعني باسكال من باسكال. المقربين قوي لإنفانتينو، هو سفير متحف الفيفا وهو متواجد اهو موجود وهو متواجد على طول مع الشمال. هو كمان كان معاه السويدي ماتياس جراف ستروم وده يعني هو مساعد الرئيسي لإنفانتينو في الزياره دي. إنفانتينو كرئيس للاتحاد الدولي ليه تعليمات معينه للانتخابات القاريه؟ يعني هو كمان بيبقى ليه راي معين انه ممكن تروحوا للسكه ديت او للسكه دي، ولا هو الطبيعي ان هو ما بيتدخلش خالص يعني؟ لا هو مش مساله تدخل قد ما هي مساله رعايه وتنسيق. يعني تنسيق. هو بيحاول انه كاتحاد دولي، وهو كمان الناس دي اللي هتبقى موجوده في الكاف هتبقى موجوده، رئيس الكاف هيبقى نائب رئيس الفيفا بالظبط وفقا للائحه، كمان اعضاء مجلس الفيفا اللي هيكونوا مرشحين من الكاف موجودين، بالتالي هو يهمه ان يكون في مجموعه عمل تقدر تشتغل لصالح الكوره وتقدر تنجحه في الفتره اللي هو موجود فيها. صحيح. اي واحد بيدور على النجاح. إنفانتينو برضو بيدور على انه يتحسب له انه طور الكوره في افريقيا. صحيح. او انه ساهم في تطوير الكوره في افريقيا، وعنده كمان يعني عنده مشروعات كتير للنقطه دي واتكلم فيها اكتر من مره، منهم برضو كان كونجرس اعتقد او اجتماع في المغرب واتكلم في الحته دي انه عاوز يطور البطولات الافريقيه للانديه وعاوز يغير شكل الكره في افريقيا. لكن وهو كمان بخلاف كده كمان مشروع تطوير الحكام، احتراف الحكام الافارقه وان يبقى في 20 حكم افريقي محترف. ملف الافريقي عنده اهميه خاصه لانه عنده اصوات كتير. لانه في الانتخابات بتاعته افريقيا لا اصوات كتير بالزبط. بالنسبه فالترتيبه اللي حصلت لانتخابات الكاف او لحسم ملف مين هيبقى رئيس ومين هيبقوا موجودين معاه تمت بعد الزياره، زيارة إنفانتينو للمغرب. حصل انه اجتمع مرشحين غرب افريقيا مع فوزي لقجع في المغرب واتكلموا في حته انه طيب ليه احنا طالما الامور ماشيه في اتجاه باترس موتسيبا ان احنا نبتدي ننسق الادوار، الناس كلها تكون موجوده، الناس كلها تشارك في تطوير الكره في افريقيا الفتره اللي جايه، وانه الفتره اللي جايه هتشهد عهد جديد يعني. وفي الوقت ده تم الاتفاق على انه باترس موتسيبا خلاص هيتم دعمه ليتولى رئاسه الكاف، لكن هيتم تعيين احمد ولد يحيى واوجستين سنجور نائب اول ونائب ثاني. في دول كانوا المنافسين الاساسيين. كانوا المنافسين الاساسيين مع كمان انه احمد ولد يحيى هيكون موجود في الفيفا، قد يكون على راس احدى اللجان الفتره اللي جايه بعد مرحله الانتخابات وبعد استقرار الوضع داخل الكاف. يمكن التنسيق ده برضو هيؤدي شويه لوضوح الرؤيه قوي في الكاف الفتره اللي جايه، لانه لو اتكلمنا عن باترس موتسيبا كنموذج جاي اول مره يحصل انه يبقى فيه رئيس للكاف بره منظومه الاتحادات، هو كان ملك نادي. ملك نادي بالظبط، رجل اعمال اول مره تحصل. ملك نادي وهي اول مره تحصل انه يوصل لكرسي رئاسه الكاف. يمكن هو ادار حملته بمجموعه من الشخصيات القويه جدا، يعني سواء بينيك اماجو هو كان رئيس الاتحاد النيجيري او رئيس الاتحاد النيجيري وكان نائب رئيس الكاف قبل كده واختلف مع احمد ومعاه ايشا يوهانسون رئيس اتحاد كوره في سيراليون وموجوده في الفيفا برضو، وهي الفتره الجايه هتبقى في الفيفا لانه ضمن الترتيبه ان هي هتكمل البرنامج الانتخابي بتاع موتسيبي. اهم النقاط اللي انت شايف انها فعلا كانت هتبقى ايجابيه جدا في دعمه، او انت شايف ان هو ممكن يجدد ايه في خريطه القرى الافريقيه يعني؟ يعني هو اعلن ملامح برنامجه من 10 نقاط ابرزهم هي الحته بتاعت تطوير او اعاده هيكله الكره في افريقيا جوه الكاف، ازاي تطوير المسابقات، تطوير الحكام، استخدام تقنيه الفار في كل مسابقات الكاف، وده نقطة مهمة جدا. احنا كنا بنعاني في الحتة دي ان انت ما تبقاش عارف حتى لو بتلعب دوري ابطال افريقيا هيبقى في فار في النهائي ولا بالزبط. لا بالظبط. شفنا الفضيحة اللي حصلت في نهائي الوداد والترجي لما الفار ما كانش شغال اصلا، وبدأت الناس كمان تشك هو الفار كان شغال في نهائيات قبل كده وبعد كده ولا لا، يعني كان الوضع مؤسف قوي. فهو حط دي من نقاط البرنامج بتاعه، يعني حطها واضحة في نقاط البرنامج بتاعه. النقطة الأهم ان هو اتكلم بشكل مباشر في زيادة عوائد المسابقات الأفريقية سواء من البث التلفزيوني أو كمان زيادة الجوائز بتاعتها. ده مهم يعني. الأندية لما تشارك، الأندية محتاجة أنها تصرف على النشاط علشان الكرة تتطور في أفريقيا، وبالتالي محتاجين أنه حتى عقود الرعاية بتاعت بطولات الكاف تكون أعلى من اللي هي فيه دلوقتي علشان الجوائز كمان للأندية دي تبقى أعلى، وبالتالي المشاركة نفسها
تبقى جايبه همها زي ما يعني باللغه الدارجه ما تتقال، انه انا بصرف وبسافر وبروح وباجي وبلعب مباريات في في وبتعلي قيمه البطوله نفسها يعني بالظبط. فالبطوله نفسها محتاجه ان قيمتها تعلى، ومحتاجين كمان بنيه تحتيه تتطور، بس بنيه تحتيه ده ملف كبير قوي. عايز وقت يعني ده عايز وقت، وعايز وقت وبيحتاج جهود كبيره. يعني احنا هنا في مصر، عشان مصر كدولة قوية بتقدر انها في موضوع البنية التحتية، زي ما احنا شايفين فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشغل في البنية التحتية حتى في الرياضة، صحيح، في كرة، في ملاعب كرة القدم وغيرها شغال طول الوقت. في بعض الدول الأفريقية ما عندهاش لسه الإمكانيات فبتحاول انها تطور، لكن هو ملف برضو مطروح. لكن هو أهم ملف هو اتكلم فيه جزئية تطوير الكادر البشري في الكرة الأفريقية، سواء بقى لاعبين أو إداريين أو العاملين في الكاف أو غيره. كان في مؤشر ممكن نتكلم عنه مهم قوي يا كابتن هاني، انه لما باتريس موتسيبا عمل احتفاليه اليوبيل الذهبي لنادي سان داونز، وجه الدعوه لعدد من نجوم الكره الافريقيه، يمكن ما راحش هناك غير صامويل ايتو اعتقد، وكان يايا توري تقريبا. هو محتاج شويه يشتغل على الملف ده، هو وضع الملف ده ومحتاج يشتغل عليه، ملف الكوادر، ملف الأفريقية، كوادر افريقيا او النجوم، نجوم خاصه اللي لعبت في الدوريات الاوروبيه بشكل اللي اخذوا الخبرات الكبيره. الملف ده كون ان هم ما كانوش لسه يعني مرحبين قوي بتواجد موتسيبا، او كانت الحكايه في بدايتها فما كانش تلبيه الدعوه مهم بالنسبه لهم، لكن اعتقد ان الفتره الجايه لا، محتاجه انه يجمع الكوادر اللي عندها الخبرات، اللي لعبت توب ليفل في اوروبا، اللي خدت خبرات حتى مع منتخبات بلدها في كاس عالم او غيره، ان دول هم اللي يكونوا موجودين الفتره اللي جايه، لان هم القادرين واللي عارفين ظروف القاره وهم اللي يقدروا يطوروا. انا ممكن اتكلمنا فيها قبل كده مره، انا ضد فكره ان انا اروح اجيب الخبير الاوروبي طول الوقت. طب ما انا اولاد القاره دي هم عاشوا في اوروبا ولعبوا في اوروبا، صحيح، وكانوا افضل من الاوروبيين في كره القدم، صحيح، في وقتها يعني في اجيالهم وفي انديتهم في اوروبا، وخدوا بطولات وعملوا تاريخ. جورج ويا احسن لعيب في العالم بالظبط، يعني جورج ويا احسن لعيب. شفنا دروكبا، شفنا ايتو، شفنا عندنا محمد صلاح دلوقتي، بعد كده ممكن يكون له دور لما يقرر ان هو ينهي مسيرته في كره القدم، انه يكون له دور في تطوير الكره في افريقيا. ده طبيعي، ده المسار الطبيعي. فانا اعتقد انه ده هيكون من الملفات اللي هياخد باله منها قوي، وخصوصا الصحف علقت على الحكايه دي، على حته دعم نجوم الكره للمرشحين للرئاسه. ما كانش فيه دعم من نجوم الكره المتسابقه، لكن هو خلاص، هو على حسب الاتفاقيه اللي بنشوفها دلوقتي، وبالمناسبه الاتفاقيه دي هيتم توقيعها، يعني هتبقى مكتوبه، وثيقه مكتوبه يعني، وهتوقع قبل 12 قبل الانتخابات، هتبقى في يوم 6 يوم السبت تقريبا او يوم 6 هيبقى في نهائي بطوله افريقيا للشباب في موريتانيا، وهيكون هناك رؤساء الاتحادات موجودين واطراف الاتفاقيه كلهم موجودين، وبرعايه الاتحاد الدولي، وهيتم توقيع وثيقه ده. وبالمناسبه ده مش مخالف للوائح، يعني بنتكلم على الاطراف كلها، خلاص حصل التنسيق والامور كلها يعني سيت اب، خلاص ما فيش اي مشاكل. النهارده كان في المفروض ملف احمد انت بالزبط. عارف المفروض كان هيتحسم النهارده، الطعن اللي كان مقدمه بعد وقفه الامور ما اتحسمش ليه يعني، النهارده كان المفروض الحسم يعني. لا هو فعلا ده كلام حضرتك سليم، المفروض النهارده كان يعني جلسه الاستماع، والمفروض انه كان منتظر قرار من المحكمة الرياضية الدولية، سواء بتأييد العقوبة اللي عليه أو يعني قبول الطعن بتاعه وإلغاء العقوبة، ويبتدوا هم يشوفوا الملف بتاعه هيبقى هيديروه ازاي الفترة اللي جاية. لكن ده ما حصلش النهاردة، النهاردة تم تأجيل صدور القرار لبكرة، فممكن بكرة خلال فترة الصبح هيصدر قرار من المحكمة الرياضية الدولية بحسم موقف أحمد أحمد، يا إما أنه هيرجع وهيدرج اسمه في قائمة المرشحين لانتخابات رئاسة الكاف، يا إما أنه هتؤيد العقوبة اللي أصدرتها لجنة الأخلاق في الفيفا، وهينتهي ملف أحمد بشكل نهائي. من حتى لو خدنا الجانب أنه هو رجع أو كسب القضية ديت، ملهاش خلاص تأثير أعتقد على الانتخابات، ولا ممكن يكون ليه ردود أفعال تأثر على القرار اللي طلع أو على جلسة التنسيق اللي أنت قلتها؟ لا زي ما حضرتك قلت، هم ضمن الجلسة دي كان الكلام على النقطة دي، انه حتى وان عاد احمد لسباق الانتخابات الموضوع منتهي، فهو موضوع منتهي، وعهد احمد في الكاف انتهى تماما، وده باتفاق كل الاطراف اللي موجوده في انتخابات الكاف الفتره اللي جايه. التنسيق ده كمان افاد المهندس هاني ابو ريده في ضمان بشكل كبير جدا مقعده في المكتب التنفيذي في الفيفا، كان ليه تاثير ايجابي، لان قبل كده كنا بنتكلم على لو الامور اتغيرت هيبقى في صعوبه، لو كان احمد ولد يحيى موجود ونجح في رئاسه الكاف، فكان هيبقى فرصه
المهندس هاني ابو ريده فيها منافسه بقى زياده عن العادي بالزبط. لانه هيتسحب المقعد بتاعه كنائب لرئيس الفيفا من المنطقه اللغويه بتاعته، فبالتالي صحيح. هيسحب من السباق اللي عليه المهندس هاني ابو ريده وفوزي لقشع ونادونج من غينيا الاستوائيه على مقعدين، كان هيبقى مقعد واحد. دلوقتي المقعدين خلاص موجودين على حسب الاتفاقيه دي. وبعدين المهندس هاني ابو ريده يعني هو بقاله 17 سنه تقريبا جوه المطبخ في الفيفا وفي الكاف، ف علاقات ممتده ومتشعبه بخلاف العلاقات الممتده كمان يا كابتن هاني. حضرتك عارف برضو افريقيا مش هتوصل لمرحله الصراع الانتخابي، حتى الفيفا نفسه ما بيوصلش لكده. يعني بتبقى المرحله الاولانيه في اربع مرشحين، اول ما بتصفي الاعاده بيبقى صحيح. خلاص الاتفاقات تمت والاصوات هتروح فين وفين والموضوع بينتهي. فهو نفس السيناريو تقريبا اللي حصل في هنا في الكاف. وفي نفس الوقت المهندس هاني ابو ريده هو هيظل كده اقدم عضو موجود في مجلس الفيفا، ومن واقدم عضو موجود في المكتب التنفيذي كمان في الكاف. وفي النهاية هو مقعد مصري، ونتمنى دايما انه يكون موجود صحيح. سواء المهندس هاني ابو ريده فيه او كادر تاني موجود فيه، لكن المهم انه مقعد مصري يكون موجود وانه يكون عندنا ممثل وكادر في الاتحاد الدولي وفي الكاف. ده مهم جدا. اعتقد مشوار المهندس هاني ابو ريده كان مشوار طويل جدا في الاتحاد الدولي وفي الاتحاد الافريقي. من دلوقتي بقى ندور على كادر تاني، يعني جه الوقت كمان دلوقتي ان احنا يبقى في كمان في كادر يطلع بعد يمكن المهندس هاني ابو ريده، هيأدي دوره على اعلى مستوى احنا متاكدين. لكن الكوادر الجديده، شايف الموضوع ده احنا متاخرين شويه فيه في مصر انك تدخل كوادر؟ هل افريقيا سبقانه في الجزئيه ديت ان الكوادر الافريقيه يمكن على مستوى الاتحاد الافريقي على مستوى الفيفا سبقانه بخطوات، ولا انت شايف ان الموضوع لا لسه قدامنا وقت شويه؟ هو الموضوع بيحتاج الشخصيه اللي تبقى عندها القابليه انها تكتسب خبره العمل داخل الكاف. العمل داخل الكاف مختلف دايما، يعني حتى شفنا الفيفا رفض اعتماد مثلا ملف ترشح خير الدين زاتشي رئيس الاتحاد الجزائري لانه كان عنده عقوبات في الجزائر وفي الكاف قبل كده. يمكن خير الدين زاتشي لو حتى كان تواجد هو ما قدرش يكتسب خبره التعامل داخل الكاف، هو كادر شاب في الجزائر وسنه صغير لكن ما كانش عنده الملكه دي. صحيح. احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا حد واثنين وثلاثه وكوادر، واحنا عندنا سواء لاعبين سابقين او اداريين يعملوا في مجال كره القدم قادرين على انهم يقتحموا الملف ده وان هم يكملوا ويكون لهم مستقبل في الملف ده. افريقيا مش هنقول انها سبقتنا بشكل كبير، لكن المشهد نفسه بيتغير ولابد ان انا استغل تغير المشهد ده. صحيح. يعني انا لما الاقي انه دلوقتي لاول مره في رئيس للكاف من كوادر الانديه، فانا محتاج ان الانديه كمان تبتدي تفكر في حاجه زي كده. مظبوط. يعني ليه لا انه النادي الاهلي يكون عنده كوادر، وهو النادي الاهلي عنده كوادر كتير جدا. الانديه المصريه نشوف الاتحاد المصري لكره القدم الفتره اللي جايه هيبقى فيه انتخابات بالتاكيد، لانه بيديروا لجنه ثلاثيه برئاسه المهندس احمد مجاهد، وبعد كده هيبقى فيه انتخابات خلال أيوة. شهور. الانتخابات دي ممكن تفرز كوادر جديده انها تقدر تشتغل على ملف الكاف والفيفا كمان ان شاء الله. صحيح. طيب نخش في جزئيه مهمه جدا، يعني اوضحت بشكل خلاص الامور اتحسمت بشكل كبير في الفيفا وكمان المكتب التنفيذي للفيفا. جزء تاني هتكلم فيه، يمكن احنا قلنا هنا في البيت الكبير كان في خبر كده اثار ضجه كبيره جدا على المستوى الاوروبي على المستوى العالمي، اللي هي جزء اعتقالات في نادي برشلونه. يمكن الكلمه كانت تقيله جدا، ويمكن هنا عرضنا تقرير في البيت الكبير. المشكله دي حصلت ليه وازاي يا عمر؟ نادي برشلونه عنده مشاكل كتير من بعد رحيل او خروج اخوان لابورتا من رئاسه النادي، ثم وجود ساندرو راسل، ثم وجود جوسيب ماريا بارتوميو، وبعد كده دلوقتي بنشوف ان في توسكيتس اللي هو الرئيس المؤقت في الوقت الحالي عشان الانتخابات خلال 5 ايام. الفتره اللي كان موجود فيها ساندرو راسل اتحكم بتهمه فساد، ودي اول مره كانت تحصل في تاريخ نادي برشلونه ان رئيسه يتحكم بتهم فساد. ثم بارتوميو كان نائب رئيس ثم بقى رئيس، برضه دخل في طريق انا يمكن بشوفها حاجه غريبه جدا. عارف يا كابتن حكايه اللجان الالكترونيه؟ واحد ياجر 100 اكونت فيك كده على السوشيال ميديا يشتموا له الناس، تمام؟ هي دي القضيه اللي كان بيتحقق فيها، وبسببها تم القبض على رئيس نادي برشلونه السابق في مقر النادي. دخلوا يعني عشان يفتشوا المكاتب، لكن هم كانوا خلاص اوريدي قبضوا عليه وقبضوا على بعض المسؤولين اللي كانوا موجودين يعني في ادارته. هو اجر ناس، هو كان بيدفع مليون يورو شهريا، مليون يورو شهريا لشركه علاقات عامه. الشركه دي بتشتغل على 100 اكونت فيك على السوشيال ميديا،
انها تشتم له اي حد بما فيهم لعيبه النادي الحاليين. يعني هو كان من الشخصيات المستهدفه واللي بتتشتم من اللجان دي. بيب جوارديولا مثلا، بيب جوارديولا قول انه مشي خلاص من مانشستر سيتي، لا ميسي، بويول، بيكي، يعني اي حد، لابورتا اللي كان رئيس السابق، يعني كانوا شغالين على الناس دي، واي حد يقرب من بارتوميو يشتموه ويشوهوا سمعته. ومن هنا بدات التحقيقات في الموضوع. بالمناسبه اللي كشفته في الموضوع ده احدى ست وفصلها، كانت من العاملات في النادي وبعد كده فصلها من النادي في اعتقد السنه اللي فاتت في شهر يوليو تقريبا. لما اكتملت الادله، قضيه اسمها بارسا جيت او فضيحه برشلونه يعني، لما اكتملت ادله الاتهام فاتخذت الشرطه قرار ان هي تعتقل جوسيب ماريا بارتوميو، افرج عنه النهارده الصبح بشكل مؤقت لحين استكمال التحقيقات. لكن دي مش تبقى القضيه الاخيره، يعني برضو هو الازمه مش هتبقى بس مشكله اللجان الالكترونيه او فكره شركه العلاقات العامه اللي كان فساد بارتوميو بعد، في فساد مالي، في غسيل اموال، في تسريب عقد ميسي. تسريب عقد ميسي دي قصه، ده قضيه لوحدها، مرفوع قضيه وهيتم التحقيق فيها خلال الايام اللي جايه. فبرضو فيها الاتهام لجوسيب ماريا بارتوميو، وميسي واخد الموضوع ده بشكل جدي جدا، لان هو اغضبه جدا فكره تسريب العقد بتاع الموندو ديبورتيفو، واتكلم عن انه على طول هيبتدي يقاضي المتسببين في ده، وهيقاضي كل حد كان عنده السلطه انه يطلع على العقد. هم كانوا ست اشخاص، هو لما بيتكتب العقد لازم بيكون بند في العقد، هذا العقد بيكون سري ما حدش يطلع عليه نهائيا، ولا صحافه ولا حتى يعني لعيبه ولا اي حد، الموضوع بيكون سري للغايه. وبالتالي ميسي يعني سببت له مشكله، يعني سببت له مشكله وسببت لكل الكره الاسبانيه طبعًا مشكله كمان، وخلت يعني انا شايف انه من اقوى الانفرادات الصحفيه الرياضيه في العصر الحديث، لانه انا متاكد ان الرقم اللي ظهر لتعاقد ميسي ده هياثر على سوق الانتقالات وعلى مرتبات اللاعبين الفتره اللي جايه. مفيش شك، يعني احنا بنشوف انه في لاعبين دلوقتي بياجلوا تجديد عقودهم، ولاعبين منتظرين موقف ميسي هيروح فين. دي بروينه موجود في مانشستر سيتي مأجل تجديد عقده، محمد صلاح نفسه لسه ما اتكلمش على عقده الجديد علشان منتظر يشوف حركه سوق الانتقالات هيبقى شكلها ايه. بس وضع نادي برشلونه يحزن، يعني كمتابع للكره العالميه او حد من الجمهور لما يشوف حاجه زي كده صعب قوي. يعني صعب لما تشوف نادي كبير زي برشلونه وحمله اعتقالات واتهامات فساد و حكايه صعبه جدا. اعتقد ان الفتره اللي جايه خلاص الانتخابات بعد 5 ايام. طيب بمناسبه الانتخابات رايحه فين؟ يعني انت شايف برضو الانتخابات خلال رغم المشاكل الكبيره قوي ديت واعتقالات وشرطه كمان 5 ايام في انتخاب رئيس جديد لبرشلونه، المنافسه فين يا عم؟ انا اعتقد انه هيبقى لابورتا بدون منافسه. يعني هو حتى ظهرت في الاصوات اللي خدها لدعم ترشحه في الاول، هو لابورتا بيحظى بشعبيه كبيره جدا عند جمهور برشلونه. الفتره اللي كان موجود فيها اخوان لابورتا رئيس للنادي، برشلونه وصل لاعلى مستوياته، تحقيق بطولات في كل شيء. يعني اعتقد ان هو الاقرب بالارقام وكل حاجه حتى بالراي العام هناك. لكن المشكله ان هو بيفكر بقى في مرحله ما بعد الانتخابات، يعني بدا يفكر النهارده، شفت في الصحافه الاسبانيه بيتكلموا عن انه بيفكر في انه يعين مايكل ارتيتا، مايكل ارتيتا المدرب ارسنال مكان رونالد كومان. يمكن رونالد كومان انا شايف انه الموضوع بجد هو قالها، خلي بالك صعب قوي يعني. قالها كمان قبل الانتخابات، قال يعني مع احترامي لكومان مش هكمل، حتى لو خد الثلاثيه زي ما بيقول مش هيكمل. لكن كان رايح لتشافي، تشافي طبعا اللي يعني بيقدم اداء على المستوى الفني في قطر، في الدوري القطري بشكل اكتر من، كان بيتكلم عليه ان هو ازاي نستفيد بهذا الكادر وهذا المدرب الكبير. فكان الاعتقاد انه خروج رونالد كومان ودخول تشافي كمدير فني لبرشلونه الفتره الجايه، ولا انت شايف الطريق ماشي ازاي على النواحي الفنيه؟ انا شايف ان تشافي ممكن يكمل في مكانه زي ما هو، ويكون عنده خطه مستقبليه لتدريب احد المنتخبات الخليجيه، لكن مش هيفكر او الموضوع مش هيبقى بالنسبه له مجدي في الفتره اللي احنا فيها دي. فتره عدم الاستقرار دي بتحتاج مدرب يعني عاوز يعمل مغامره ويكون واخد ثقه رئيس النادي اللي موجود. فلو هو زي ما قريت في الصحافه الاسبانيه انه ارتيتا واخد ثقه لابورتا وممكن ياخد الخطوه دي، فاعتقد انه ممكن يكون الاقرب. لكن كمان انا شايف ان رونالد كومان برضو اتظلم في ظروف الفتره اللي هو راح فيها، كل ما بتتحل المشاكل ظلم ولا ظلم نفسه؟ ظلم نفسه طبعا، ظلم نفسه كمان، واهدر فرصه انه يكون مدرب تاريخي لمنتخب هولندا. صحيح. يعني انا شايف انه اصل فرصه منتخب هولندا مش تيجي تاني،
هي كانت مره وانت وصلت نهائي دوري الامم الاوروبيه وعملت جيل جديد صحيح. بعد ما كنت وصلت لأسوأ نتائج في تاريخ منتخب هولندا قبل ما يكون رونالد كومان موجود. التضحيه بمنتخب هولندا علشان نادي برشلونه كانت ممكن تبقى مقبوله جدا لو كان نادي برشلونه عنده الاستقرار وكانت الظروف طبيعيه وكان يقدر يكمل معاه موسم واثنين وثلاثه، لكن طول ما انت ما عندكش العناصر الاستقرار دي فالموضوع هيبقى صعب قوي. طيب بالنسبه للمحترفيننا، احنا محترفيننا ان شاء الله انت عارف في المشوار اللي جاي مع الكابتن حسام البدري، عندنا معسكر وعندنا مباراتين مهمين جدا مع كينيا وجزر القمر. شايف ملف المحترفين بتوعنا بره مصر شايفهم ازاي؟ انا شايف ان والله ادوا اريحيه للكابتن حسام البدري وحلوا له مشكله الفراوده بشكل رائع جدا. اعتقد كل لاعبتنا المحترفين دلوقتي بيأدوا بشكل كويس قوي، كل اللي موجودين حتى اصغر سنا واحد فيهم عمر مرموش بيأدي بشكل هايل جدا مع سانت باولي. صحيح. خمس تجوال يعني ماشي كويس مع فريقه في الدوري، كسب هامبورج امبارح، كان هو راح الفريق ده هو في المركز الاخير تقريبا، دلوقتي وصلوا لنص الجدول فده حاجه كويسه. بنجيبهم كده من الصغير للكبير. صحيح. كمان يعني عندك عمرو ورده ماشي كويس لكن هو بعيد عن الاختيارات حسب ما انا عرفت. اللي في الاختيارات بقى احمد حجازي بيأدي موسم رائع جدا مع اتحاد جده، الفرقه بتاعته من اول ما راح وهي ما بتخسرش وماشيه كويس وعمل ماتشات كبيره وسجل اهداف فانا شايف ان حجازي كمان في مرحله وفايق فيها قوي، وحجازي طبعا اساسي في الاختيارات. بنتكلم عن النني اساسي في الاختيارات متواجد بيشارك مع فرقته بشكل كويس، شارك يمكن في الفوز اللي فات الدوري اللي فات على ليستر سيتي 3-1 يمكن واحد. كان له لقطه كده غريبه شويه بس انا شايف ان الناس متحامله قوي على النني يعني بيدوروا له في اللقطه. بالظبط يعني انا شايف ان النني يعني تاني من ايام حتى ما كان في المنتخب عليه انتقادات كتيره جدا، لكن على المستوى التكتيكي لعيب وكان كابتن الارسنال لعيب له قيمه كبيره جدا بالزبط. جدا يعني فاعتقد ان اختيارات طبعا كابتن حسام اكيد مني واحد منها اكيد بالظبط، وطبعا محمد صلاح. بنتكلم بقى في على مستوى كمان تريزيجيه موجود وبيأدي بدا يرجع كمان بعد الاصابات بيرجع بشكل كويس دخل جدا دخل في وبدا يدخل في الجيم كمان يعني بدا ان هو يستعيد شويه اللياقه البدنيه زي الفل كويس وبيأدي لما بينزل في الماتشات. انا شايف كمان استون فيلا عامل موسم حلو جدا مقارنه طبعا. بالموسم اللي فات لا يعني بدايه كانت هايله واستمراريه برده، طالما عديت ال 30 نقطة وبدأت كمان تدخل في وسط الجدول كده أنت ماشي كويس جدا. بالنسبة للتجربة أنت لسه طالع تاني من الشامبيون شيب السنة اللي قبل اللي فاتت. أحمد المحمدي بدأ يشارك وشارك أساسي في مباراة لكن لأول مرة طبعا في الموسم ده. مباراة ليدز. بالظبط، لكن المشكلة إن المحمدي برضو مازال لسه خارج حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر. في الفراودة بقى كوكا بيعيش يعني أنا شايف إنه بيعيش أفضل فتراته مع أولمبياكوس. هو اللاعب الوحيد في اولمبياكوس اللي سجل في الثلاث بطولات الكبرى السنه دي في الدوري اليوناني وفي الكاس وفي دوري ابطال اوروبا، حتى في اليوروبا ليج الجول اللي جابه في بي اس في ايند هوفن وقدر انه في اخر في الوقت القاتل زي ما بنقول يصعد اولمبياكوس من هولندا. صحيح. مش حتى من اليونان. انا شايف انه ربنا بيكافئه على اجتهاده وعلى صبره وعلى كمان الازمات اللي اتحط فيها السنه دي، اصابته فيروس كورونا كان حصل له مضاعفات فترات طويله كمان قعد فتره طويله قعد شهر ونص او اكتر علشان يرجع، ولما رجع بمستوى عالي قوي. مصطفى محمد طبعا بيأدي بشكل كويس مع جالاتا سراي التركي، فاعتقد ان هم دول اللي هيكون عليهم الكلام. لكن حته استدعائهم بقى المنتخب مصر حسب المواعيد يعني برضو المواعيد المباريات بتاعتهم، في لعيبه عندها مباريات لحد يوم 21 تفتكر ممكن يكون حقيقي يعني بعض اللعيبه تتاخر نتيجه ارتباطاتهم في الدوري؟ ده سؤال. السؤال الثاني من فترات طويله كنا بنتكلم على هل ممكن يكون في مشكله اصلا في استدعاء اللعيبه لان بروتوكول انجلترا بالذات او البريمير ليج او دوله اليو كي بتتكلم على اي حد بيجي من بره لازم يقعد اسبوعين او 10 ايام في الحجر الصحي عشان يبدا يخش ويتعامل عادي، هل ده ممكن يعطل او ممكن الانديه تقول للاعيبتهم لا مش هينفع تنزلوا عشان هذا الاجراء، ولا انت شايف الامور ازاي؟ بمجرد وصول الاستدعاءات المفروض وفقا للائحه انه الاستدعاءات تبقى بحد اقصى يوم 7 مارس قبلها ب 15 يوم. بالظبط، قبلها 15 يوم وبدايه فتره التوقف الدولي هتبقى 22 مارس، ف 7 مارس هيكون كل الاستدعاءات اكيد وصلت. هنترقب موقف الانديه ايه، لكن حسب ما انا عرفت من داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر ان الامور حتى الان ما فيهاش مشكله. انا كنت عارف ان كان في مشاكل مع نادي اولمبياكوس مش مع منتخب مصر بالتحديد لكن مع الكاف والفيفا، انه نادي اولمبياكوس اليوناني اشتكى الكاف للفيفا بسبب انه اللعيبه بتاعته الافارقه كلهم لما راحوا منتخباتهم رجعوا عندهم فيروس كورونا،
وان هم اتكلموا في حته تطبيق بروتوكول الطبي للحمايه من فيروس كورونا في المباريات بتاعت الكاف في تصفيات الامم افريقيا وتصفيات كاس عالم بعد كده، لان هم فقدوا لعبتهم فعليا في مباريات مهمه قوي في دوري ابطال اوروبا بسبب الاصابات بفيروس كورونا. هم راجعين من افريقيا، منهم يوسف العربي، منهم مادي كامارا، منهم كوكا، كان الموضوع بالنسبه لهم صعب. فانا كنت اتمنى كمان انه يكون اكيد الجهاز الاداري بتاع منتخب مصر يكون اتكلم مع نادي اولمبياكوس، يكون وضح لهم الصوره، ويبقوا عارفين ان احنا عندنا الوضع مختلف برضو، ان احنا بنلتزم بالاجراءات الاحترازيه وبنطبقها، لانه الاتحاد الكره المصري ومنتخب مصر مش منتخب قليل، بالعكس هاي. يعني ممكن يحصل في منتخبات تانية لكن مش هتحصل عندنا انه يبقى عندنا المشكله. لكن الحته اللي حضرتك اتكلمت فيها بقى او الجزء بتاع قيود السفر بسبب فيروس كورونا بتختلف من بلد لبلد. طبعا في انجلترا بيعطوا استثناء للعيبه الكوره، ما اعرفش ده مستمر لحد دلوقتي ولا لا، لسه هنشوف بقى في الموضوع ده متغير يعني من كل فتره، فتره التوقف الدولي اللي فاتت غير فتره التوقف الدولي اللي جاي، فهنشوف هيتم التعامل ازاي. والفيفا مدي مرونه للانديه انها ما تبعتش لعيبتها. يعني كمان الفيفا مدي حق يعني حتى في المانيا، فتره التوقف الدولي اللي فاتت انديه كتير ما بعتتش لعيبتها للمنتخبات، لانه عندهم قيود السفر، انه اللعيب لما هيرجع هيضطر يقعد 5 أيام على الاقل في حجر صحي فهيفوت ماتش، فبالنسبه لهم دي كانت مشكله. ففي انديه كتير منها اعتقد شتوتغارت، اعتقد كمان في فيردر بريمن ما بعتوش لاعبتهم محترفينهم للانديه بتاعتهم، علشان لعيب لما يرجع هيفقده كمان في مباراه زياده، فالموضوع بالنسبه لهم يبقى صعب، والفيفا يسمح له بده مش هيعاقبه عليه. فانا اتمنى ان ده ما يحصلش معانا، يعني ما يحصلش معانا ان احنا كمان معتمدين قوي على المحترفين بتوعنا بيكملوا التشكيله الاساسيه، بيعتمد عليهم كابتن حسام البدري بشكل اساسي. صحيح. من دوت هاخدك لمشوار المنتخب وعلاقته بالدوري. سؤالنا كان في الحلقه النهارده في البيت الكبير، تقييمك للدوري لغايه دلوقتي بعد مرور يمكن تقريبا 14 اسبوع، التقييم الكامل للدوري، وهل الدوري من خلال ال 14 اسبوع دول ابرزوا لعيبه جديده للكابتن حسام البدري، ولا هنشوف التشكيله اللي الناس كلها متوقعها، او هيكون فيهم فجاه دخول عنصر او عنصرين جداد؟ يعني والله يا كابتن هاني انا شايف انه اي مدرب هيحتار قدام الدوري في انه يطلع عنصر جديد يدخل المنتخب. يعني احنا القايمه المعتاده بتاعتنا 26 لعيب او 30 لعيب اللي بيروحوا منتخب مصر، ما اعتقدش ان في حد زياده ظهر بمستوى قوي السنه دي. ممكن شويه مهند لاشين مثلا في طلائع الجيش شويه، بس انا شايف انه بعيد عن حته لسه مستوى الدولي انه يلعب ماتش رسمي. ممكن ينضم لمعسكرات ويبتدي ياخد على الاجواء، علشان ممكن يدخل في الجو ويبتدي ياخد شكل اللعيب الدولي وانه يبتدي يدخل منتخب مصر. لكن انا شايف انه منتخب مش هيبقى فيه عناصر جديده خالص، بالعكس ممكن عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز كمان يبقى اوت، لان هو مصاب وبقاله فتره ما بيلعبش، وده بالنسبه للجهاز الفني للمنتخب كان عليه علامات استفهام ان هو لا لو كده مش هيبقى موجود. اعتقد كمان انه ممكن في حراسه المرمى عمر رضوان بيأدي بشكل كويس قوي مع نادي اسوان، هو موجود اكيد في المنتخب الاولمبي، لكن كمان ممكن يكون عنده فرصه انه يتواجد مع المنتخب الاول. هو عمل منصف ماتشات كويس، ملوش رغم تألقه يعني. طبعا هو تألق بشكل كبير جدا مع دجله قدام الزمالك وفي مباريات كتير كمان السنه دي، لكن اعتقد انه السن عامل الجهاز الفني للمنتخب في الوقت الحالي مركز عليه قوي، انه عاوز يعمل بالتدريج احلال وتجديد لعناصر المنتخب بعناصر اقل في معدل الاعمار، عايز ينزل بمعدل اعمار المنتخب، وبالتالي كل ما هيكون اللعيب اللي موجود حتى لو عنده خبرات دوليه كبيره ممكن حته السن تقلل فرصته في الانضمام لمنتخب مصر. فاعتقد انه عبد المنصف رغم الاداء الجيد اللي بيأديه السنه دي، لكن مش هيبقى متاح انه يكون موجود في منتخب مصر، هيفضلوا انه يكون موجود حارس صغير زي عمر رضوان ياخد الخبرات، يكتسب الخبرات علشان المستقبل. يعني برضه هو اعتقد المنتخب الاولمبي عضو من عمر رضوان موجود في المنتخب الاولمبي، ده مهم طبعا علشان مهم عشان ترابط الاجيال. صحيح. يعني احنا فقدنا ده الفتره اللي فاتت، في اجيال وقعت مننا في النص لظروف ما في الكوره في مصر يعني، فنتمنى ان ده ما يتكررش، انه كل الاجيال تاخد فرصه وان احنا ما يبقاش عندنا مشكله، لانه احنا شفنا بعد 2010 ما كانش في مرحله انتقاليه بالظبط، ما كانش في لعيبه تشيل، بعد كده ظهر جيل محمد صلاح والنني والمجموعه قدرت ان هي شويه بشويه ترجع منتخب مصر للساحه تاني. فاعتقد انه لا الفتره اللي جايه هيبقى التركيز على العناصر اللي موجوده، شايف في مفاجات كتير، هيبقى في نزول بمعدل اعمار المنتخب. ورؤيتك للماتشين، عندنا مباراتين مهمين جدا اعتقد، الكابتن حسام البدري يمكن
بيشتغل عليهم بشكل كبير، مباراة كينيا ومباراة جزر القمر في مشوارنا للوصول ان شاء الله للبطوله الافريقيه. انا شايف انه ما ينفعش ان احنا نبقى بره بطوله افريقيا، ده يعني مش حاجه المفروض نتكلم فيها، يعني دي خلاص دي عديناها كمان. احنا نتمنى بس انه طبيعي نصعد اول مجموعتنا، احنا دلوقتي اول مجموعه، نتمنى ان احنا الماتشين نحسمهم، عندنا كينيا بره، عندنا جزر القمر هنا في مصر، فاتمنى ان احنا نكسب الماتشين، نبتدي نفكر بهدوء بقى في المرحله اللي جايه بعد كده، نبتدي نفكر عندنا تصفيات كاس عالم بعد كده. لكن انا شايف ان الماتشين في المتناول، وشايف ان لعيبتنا على الورق وفي الملعب وباساميهم وبادائهم حتى الفتره اللي فاتت يقدروا يكسبوا جزر القمر ويقدروا يكسبوا كينيا، فانا شايف ان الموضوع مش صعب ان شاء الله. يعني باذن الله كل التوفيق لمنتخبنا. اخر حاجه يعني قبل ما ننهي معاك الحوار الرائع، مباراه فيتا كلوب، انا شايف انه يعني خلاص انت ما بقاش عندك رفاهيه ان انت تهدر النقاط تاني، خلاص انت اخدت درس من مباراه سيمبا، تبتدي تصحح اخطائك، هتلعب مباراه فيتا كلوب فرقه رخمه، لكن في النهايه انت قادر انك تكسب، ده طبيعي. اتمنى ان دي تبقى بدايه بقى الاستفاقه، ان انت تكمل لحد ما تصعد اول مجموعتك زي ما تعودنا ان نادي الاهلي دايما اول مجموعته. انا شايف ان الاهلي قادر على ده، شايف انه بالعكس كمان النتائج او الاداء اللي ما كانش الناس مستنياه المباريات اللي فاتت هيكون دافع للعيبه انها الفتره اللي جايه الاداء ده يتغير، وهيكون افريقيا يعني نقطه انطلاق ان شاء الله مباراه فيتا كلوب للنادي الاهلي، ان انا خلاص استعيد الريتم بتاعي، ان انا افضل ماشي على الريتم بالزبط بتاعي، وبعد كده كل الانتصارات هتيجي، لان الاهلي ما يعرفش غير الانتصارات. وبعدين انت دلوقتي بتدافع عن لقبك في دوري ابطال افريقيا، ما ينفعش يعني خطوه لو حصل فيها تعثر اللي بعدها تعوضها على طول ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا، وكل الشكر ليك يا عمر على اللقاء المميز، ودايما بتنورنا في البيت الكبير. شكرا كابتن. شكرا ليك يا عمر. شكرا ليك. دي كانت نهايه فقرتنا الاولى، بعد الفاصل ان شاء الله الكابتن الكبير علاء ابراهيم. في البيت الكبير بنرحب بحضراتكم مره تانية مع فقرتنا، افتكر انها تكون فقره مميزه جدا، يعني هي مع واحد من لعيبه النادي الاهلي المتميزين الحقيقه في خط الهجوم في فتره التسعينات، وكان له 73 هدف في 5 سنوات قضاها بين اسوار النادي الاهلي. النهارده في البيت الكبير كابتن علاء ابراهيم المدير الفني لنادي الشرقيه للدخان ومهاجم الاهلي السابق، وملفات كثيره جدا حوالين الاهلي والدوري والدوري وافريقيا، الاهلي في افريقيا، هنتكلم يعني الحقيقه في كل هذه الامور مع كابتن علاء اللي مشرفنا النهارده. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيكم، طبعا سعيد ان انا اكون معاكم في بيتنا البيت الكبير، خصوصا مع كابتني طبعا حبيبي منورنا علاء، بشرف بيك وبعتز ان انا كنت زميلك اصغر طبعا حضرتك كابتني طبعا حبيبي. لكن دي حاجه من الناس اللي يعني بتحط في التاريخ بتاعي. لا ربنا يخليك، انت دايما بتشرفنا وبتنورنا، نجم كبير، وعشان كده هنتكلم معاك في ملفات مهمه جدا. هبداها بيمكن ايجابيات مباراه طلع الجيش، كلنا شفنا المباراه ويمكن كان في بعض التعليقات على الاداء شويه، لكن خلينا نتكلم دايما على الايجابيات. احنا الفتره اللي جايه محتاجين دايما السبورت لفرقتنا، محتاجين سبورت للجهاز الفني، نتكلم على الايجابيات. اتكلمنا على السلبيات وازاي يعني تتحسن الفترات الجايه، ده شغل المدير الفني في الفتره اللي جايه، لكن ايجابيات مباراه طلائع الجيش وازاي النادي الاهلي يستفيد بيها في المشوار الافريقي بدايه ان شاء الله يوم السبت مع فيتا كلوب. يعني بدايه ايجابيات طلائع الجيش المكسب، خصوصا لما يبقى في اخفاق للنادي الاهلي في مباراه سيمبا اللي احنا شفناها سيمبا، الحقيقه مش يعني مباراه زي مباراه سان داونز كده محتاجين ان احنا ننساها كاداء وكاسم النادي الاهلي، لا يليق به ان احنا نأدي الاداء ده او نخرج بالنتيجه دي من فريق مغمور زي فريق سيمبا. لكن ايجابيات طلائع الجيش المكسب الحقيقه ادانا كتير من الثقه للعيبه، كمان اداهم ثقه كبيره جدا، خصوصا ان الفتره اللي جايه في للمنافسات سواء في الدوري او في بطوله افريقيا مش متحمله او مش يعني خلاص لازم مكسب ايا كان النتيجه احنا او اي كان الاداء. ممكن الاداء احنا مش راضيين عليه الفتره اللي فاتت في بعض الاوقات، لكن النتيجه هي اللي بتشفع للجهاز او اللعيبه، فاعتقد المكسب هو الحاجه اللي كانت مطمئنه والحاجه الايجابيه في مباراه طلائع، وخاصه ان جه في البلس 90. دايما الاهداف اللي بتيجي في اخر المباراه بيبقى عارف انت، لو حتى 2-1 في نص الشوط الثاني وبتاع، لكن فرحه
والثقة اللي بياخدها اللعيبة، ودي بتنعكس أكيد على مباراة فيتا كلوب. ده كمان مهم جدا إنك بتجيب جون وبتحارب، رغم كان في إجهاد بتحارب لآخر دقيقة بتحرز هدف التقدم. كمان ظهور بعض اللعيبة زي طبعا تألق الشناوي كالعادة، ظهور أجايي، ده بياخد كله حاجات إيجابية إن شاء الله تنعكس على مباراة يوم السبت. هو الحقيقة مباراة طلع الجيش لو يعني اتكلمنا على إيجابيات النتيجة، السلبية الوحيدة إن إحنا كان في دماغنا أو دماغ اللعيبة ودماغ الجهاز مباراة سيمبا، كان واضح إن التأثير السلبي على المباراة. إحنا اللعيبة مشدودة، ومش دي مش طبيعة لعيبة النادي الأهلي. المباراة يعني فرقة طلع الجيش فرقة قوية من الفرق المحترمة، أدوا بشكل كويس طبعا، يعني لا فرقة كويسة طبعا، النتائج كمان اتحسنت بالفترة الأخيرة، لكن النادي الأهلي يعني ليدنج طول المباراة، لكن يعني حتة الخسارة وجايين من خسارة مباراة خارج الأرض ومباراة مغمورة، والحياة حطتنا تحت ضغط. كان مهم إنك تكسب المباراة، لازم، كان مهم جدا. دي رقم واحد. رقم اتنين برضو أديلك فترة ما بتلعبش دولي برضو، صحيح. الناس برضو سبقت، فده برضو عندنا مباريات طبعا متأجلة وهنرجع ان شاء الله، لكن برضو بتحط ضغط تحت ضغط، الفرقة التانية كسبت، صحيح. لكن انت لسه ما لعبتش، فده برضو بيخلي المباراة مشيت بالشكل ده، صحيح. لكن احنا كسبنا فده حاجة كويسة الحمد لله. أكيد. كنت أكيد. تتوقع انه الدوري السنة دي موسم استثنائي، يعني في النهاردة نتائج وفي مباريات خارج الصندوق زي ما بيقولوا، يعني البنك الأهلي لما يتعادل مع الأهلي، غزل المحلة كسب زمالك النهاردة، كمان بيمكن النهاردة وادي دجلة برضو تعادل سلبي مع الزمالك، مع الزمالك قبل كده سلبا. فإحنا بنتكلم على موسم استثنائي برضو في اعتقادك على مستوى حتى النتائج. أنا عندي النهاردة ثلاث فرق كبيرة، الانتاج الحربي بنتكلم على الإسماعيلي، بنتكلم عن وادي دجلة، النهاردة بيصارعوا في الهبوط. شوفي يعني هو السنة دي موسم غريب شوية، يعني النتائج كلها حتى بنتائج المباريات ما تعرفش مين ممكن يكسب. ليه؟ يعني أعتقد حتة الضغط المباريات دي عاملة برضو فجوة بين الأندية الكبيرة، خصوصا لو أنت لسه حضرتك بتتكلمي بتقول الانتاج الحربي الإسماعيلي، دي فرق استحالة تكون ده مكانها، يعني الإسماعيلي استحالة يكون في الثلاث أربع فرق الأخيرة، لكن الضغط الموسم برضو خلينا نتكلم منطقيين. التعاقدات أول السنة برضو مش أندية كتيرة استفادت، وهتلاقي على فكرة اللي دايما اللي بيعاني السنة دي هو الفرق السنة الموسم الماضي اللي ما كانش ماشي كويس، اللي كان ماشي اللي هيمشي كويس السنة دي اللي هو عنده هيكل أساسي الموسم الماضي، لان ما لحقوش يعملوا تعاقدات. طب خليني يا بص، انا يعني هنتكلم على نتائج الجوله بتاعت النهارده. الجونه بيتعادل مع سموحه 2-2، مصر مقصه 0-0 مع المقاولين، والمصري بيخسر من بيراميدز 2-1. خلينا نتكلم على يعني على الجزئيه دي، هرجع لك ملف الدوري، بس قبل ما نخش على ملف الدوري خلينا نخلص موضوع فيتا كلوب كمان. يعني خلينا نتكلم ان في ايجابيات من مباراه طلائع الجيش، هناخدها معانا لفيتا كلوب. فيتا كلوب انت شايف المباراه ازاي قبل ما نخش طبعا على الدوري ونتكلم على الفرق اللي انت كمان شايفها مفاجاه في الدوري، لكن شايف ايجابيات طلائع الجيش ازاي ناخدها ونستفيد منها في مباراه مهمه جدا، وانت عارف المباراه دي مهمه ليه؟ طب يعني النادي الاهلي مش متحمل بالظبط، وخلي بالك نتيجه سلبيه، وفيتا كلوب يعتبر كمان يعني عنده امال كبيره جدا، عنده ثلاث نقاط، النادي الاهلي عنده ثلاث نقاط فارق الاهداف لصالح فيتا كلوب، سيمبا متصدر والمريخ في اخر المجموعه. اليوم الثالث او الجوله الثالثه من المجموعه دي مهمه جدا 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 للنادي الاهلي. مباراة فيتا كلوب يا كابتن يعني لازم النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي لازم يبعد نفسه عن الضغوط بتاع ماتش سيمبا. لو احنا عشنا في ماتش سيمبا زي مباراه طلائع الجيش كده يعني لا قدر الله ممكن نتاثر، لان النادي الاهلي لو ان شاء الله ثلاث نقط مهمين جدا. قصدك تقصد ضغط الهزيمه اللي كانت على ارضها؟ بالظبط، دي انتهت، اعتقد دي انتهت، بس يعني الجدول قدامك برضو علاء زي ما انت بتقول، فيتا عنده ثلاث نقاط، النادي الاهلي عنده ثلاث نقاط فارق الاهداف، وخلي بالك النادي الاهلي هيلعب فيتا كلوب مرتين في القاهره، والجوله اللي بعديها هيلعبه هناك، فعايز اخد الماتشين دول باكج واحد. ده مهم جدا ان شاء الله باذن الله لو حصلنا على الست نقاط اعتقد ان احنا يبقى حطينا رجل ونص في دور الثمانية. يعني في ظل الظروف اللي موجوده كابتن، لو احنا خدنا اربع نقاط من المباراه اعتقد ده مكسب كبير، يعني احنا لو كسبنا الماتش بتاع يوم السبت، لا احنا عايزين ست، احنا طبعا عايزين تسعة بالظبط لكن احنا منطقيين يا كابتن، ان احنا برضو ماتش سيمبا المباريات الخارجيه للنادي الاهلي الحقيقه
يعني حتى الموسم الماضي في افريقيا النتائج برضو ما كانتش على المستوى المطلوب. بس كسرناها كابتن علاء في مباراه الوداد. يعني الوداد يعني برضو اعتقد في وجهه نظري الماتش اتسهل من البدايه، يعني برضو جون خطا من المدافع خلى الدنيا بقت سهله، لكن لو مسكنا الماتشات كلها هتلاقي دايما يتعادل في صعوبه شويه بالظبط. فطبعا لو احنا ورحكمل كمان ماتش سيمبا ما برضه مباراه خارج الارض صحيح، فرقه كويسه لكن مش على مستوى النادي الاهلي. خلينا نتكلم منطقيين، يعني المفروض ان المجموعه دي لما نيجي نتكلم فيها النادي الاهلي وبعد كده نحط اي حد فيها مزبوط. لكن هي فرقه محترمه الحقيقه فرقه سيمبا. فيتا يعني من النتائج بتاعتها مباراه سيمبا تكسبها في فيتا برضه ده بيدينا اطمئنان شويه، لكن النتيجه الكبيره جدا بتاع المريخ لا لا, لا لا لازم ناخد بالنا عشان كده هو جاي بروح معنويه مرتفعه جدا. ده كمان وكسب على خارج ارضه وكسب نتيجه كويسه جدا امام طبعا. المريخ فانت النهارده الروح المعنويه المرتفعه دي اكيد هيستغلها في ماتش يوم السبت. ده كمان اللي انا عرفته كمان ان طلع من السودان على صحيح معسكر هنا في ده الناس يعني واخده الموضوع جد طبعا جد. بيلعب النادي الاهلي لكن هو عشان يطلع يقعد له اسبوع 8 ايام في القاهره، فالمواجهه مش هتبقى صعب مش هتبقى سهله طبعا ولا هينه طبعا. شايفها ازاي يا كابتن علاء؟ المباراه هتبقى صعبه طبعا في البدايه هتبقى صعبه، لكن احنا الحقيقه احنا عندنا برضو لعيبه تصنع الفرق الحقيقه. ممكن في وجهه نظري في لعيبه بعيده لازم تخش الفتره اللي جايه في وجهه نظري، يعني انا شايف ان ديانج لا لازم يبقى ليه دور كبير جدا في الفتره اللي جايه. انا شايف ان هو مهمش شويه الفتره اللي فاتت. افريقيا ولا الدوري ديانج؟ الاثنين انا شايف الاثنين الحقيقه، يعني ديانج كان عامل حاله كويسه جدا. فوجئنا في كاس العالم للانديه ما بياخدش فترات كبيره، مع ان انا في وجهه نظري كان لازم ياخد، لان كان افضل تسويق ليه لديانج المونديال كاس العالم. احنا مش عايزين نسوقه الموضوع، احنا عايزين يكون معانا، بس انا فاهم وجهه نظرك طبعا. واحنا عندنا ما شاء الله في نص الملعب ثلاثه او اربعه كمان كلهم احسن من بعض، ويمكن موسيماني قال في النقطه ديت ان هو بقدر الامكان هو يعني ديانج بيلعب بصفه مستمره فترات قليله من المباريات. اعتقد الفتره اللي جايه وانا بايدك تماما انه ممكن ياخد ادوار اكتر، يبدا مباريات بشكل اكبر. يعني لازم يا كابتن، لان ديانج عنده ميزه في وجهه نظري مش موجوده في الديفندرات بتوع الاهلي، لا السوليه ولا حمدي فتحي ولا اكرم توفيق، ان الوحيد اللي بينقل لك الكوره من تحت لفوق بسرعه جدا. صحيح. عنده الملكه دي، اولا كورته كويسه سريع، عنده جراه للناحيه الهجوميه، بينقل النادي الاهلي من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه بشكل كبير جدا. مظبوط. عن سوليه وعن فتحي وعن حمدي فتحي وعن اكرم، طبعا لعيبه كبيره جدا ولعيبه مهمه جدا، لكن انا في وجهه نظري مثلا مباراه طلع الجيش كان لازم ياخد فترات كبيره. لا احنا معلش كفايه واحد، يعني حمدي او اكرم او سوليه ودخل جنبه مثلا ديانج ممكن يعمل لنا فرق كبير جدا في الناحيه الهجوميه. عشان كده احنا الشوط الاولاني ضيعناه في حاجات مش مؤثره، حتى لما احنا دخل فينا جون يعني وارد جدا ان يدخل فينا جون، لكن طبعا احنا رجعنا ودي مش غريبه على لعيبه النادي الاهلي ولا على جهاز النادي الاهلي ان هو يرجع في النتيجه، ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي طبعا. لكن احنا بنتكلم برضو ان احنا محتاجين الجرأه الهجوميه شويه اللي انا مش شايفها في موسمين. المهاجم اللي بيتعرض او بيلاحقه سوء توفيق، ايه اللي ممكن يعني بيتم التعامل معاه ازاي؟ وضحكت ليه؟ يعني المهاجم اللي هو بيبعد شويه عن التهديف حلين، اول حل لازم يبعد عن المباراه شويه. لانه طول ما هو انت بتديله وتديله وتديله بيبقى خلاص انت بتعمل عليه ضغط. فلازم يبعد. جلسات نفسيه. يعني افتكر وانا في المنيا كنت فتره جالي كده قبل ما تنتقل للاهلي 97، فحد من عندنا من النادي يعني جابني وراح جاب لي الاجوان اللي انا جبتها قبل كده. وقعد يوريها لي كده يفرجها لي، انت جبت جون في الحته دي، عملت كذا. الحاجات دي كانت فرقت معايا نفسيا، يعني بديت ان انا يعني امشي في الدوري بقى شويه. يعني تعرضت انت للي بيتعرض له النهارده، خلينا نقول يعني مروان محسن ده الطبيعي تعرضت له كابتن علاء. طبيعي اي مهاجم في العالم بيحصل له دروب احيانا. لكن احنا مشكلتنا ان احنا اقتناعنا كجهاز مثلا يفضل يديله يعني يلعب، فدايما بيبقى خلاص هو بعيد عن التهديف، فلو بعد فتره ماتشين وياخد اعتقد الدنيا بتتغير. هي وجهات نظر فعلا، هي بتختلف من مدير فني لمدير فني، خاصه في مركز الهداف بشكل
في مدرسه تقول لك لا انا لازم اقف جنبه واديله، وده عمل جوزيه مثلا مع فلابيو في فترات طويله جدا، دي مدرسه. وفي مدرسه ثانيه بتقول لا يعني اشيله شويه من الضغوط ويمكن ازوده شويه من النواحي النفسيه النواحي المعنويه من خلال التدريب، ازوده شويه في الحاجات اللي ناقصه وابدا ادخله ثاني، فدي مدرسه مختلفه عن دي. فخلينا نكمل معاك، بس قبل ما نكمل عايزين نشوف عندك إجابات. سؤال ثاني في افريقيا؟ نعم عندك اسئله تانية في الاهلي ومجموعته عشان نتكلم عن تريد وجه السؤال بتاع الدوري؟ لا احنا خلاص ان شاء الله لازم نكسب ان شاء الله باذن الله. يعني ده مباراه مهمه أكيد. وباذن الله النادي الاهلي يعني طيب. ان شاء الله يكسب المباراه اللي جايه هيحصل ان شاء الله. نروح بقى للسؤال اللي احنا ذكرناه في بدايه الحلقه. السؤال كنا طبعا سالنا السؤال عن تقييم حضرتك لمستوى الدوري الموسم ده، الإجابات جاءت حتى الآن. نبدأ من صفحة الفيسبوك يا كابتن ونعرف بقى يعني ندخل بقى في موضوع الدوري معاك. لما سألنا الأستاذ مصطفى كرم لما سألناه على الفيسبوك قال أرى أن هذه النسخة من الدوري هي الأقوى في تاريخ الدوري المصري، ولكن ليس على المنافس على المركز الأول لأنه الأهلي ليس له منافس. ماشي باختصار يا مصطفى. طبعا على تويتر كان أكرم سمير بيقول مستوى الدوري جيد جدا والفرق السنة دي عندها روح، وعامل هاشتاج العشرة يا أهلي وهاشتاج كمان الدوري يا أهلي. كمان على تويتر إسلام بيقول الدوري قوي جدا بسبب المستويات والمفاجآت اللي بتعملها الفرق زي فريق الجونة والمصري وسيراميكا. طيب برضو انستجرام شيماء إبراهيم كان لها رأي بتقول لك الدوري ممتاز جدا ومثير جدا عن كل سنة، وكمان المنافسة صعبة لأن كل الفرق مستواهم كويس وهيبقى دوري صعب بس ممتع. ده اللي احنا كنا بنتكلم فيها كابتن علاء، ان النهاردة النتيجة ولا حتى الأداء. النهاردة شفنا جونة وسموحة أداء رائع جدا، التعادل صحيح 2-2 بس يعني شفنا مباراة ممتعة لحد آخر لحظة، لحد ما صفرت الحكم صفرت. فأنا برضو عايز أرجع لموضوع المهاجمين بس بالنسبة للدوري بصفة عامة، تقيم لي شكل المهاجمين واللي انت تابعته مدى ملاحظتك. يعني هو يعني مبدئيا يعني الدوري الناس بتتكلم اقوى دوري، مع احترام الشديد انا اختلف معاهم. الدوري عشان يبقى النتائج دي مش محسومة وكل ماتش متعرفش مين هيكسب، ده دليل ان في ضعف في الفرق كلها. ضعف في الفرق كلها ده حقيقة. ضعف ولا تخبط ولا ايه؟ لا ضعف. احنا نتكلم منطقي، الفرق اللي هي يعني عملت تعاقدات كبيره زي مثلا سيراميكا هتلاقيها فوق مركز السابع، بيراميدز هتلاقيها فوق السابع، سيراميكا. الفرق الثانيه يعني كله شبه بعض. عشان كده النتائج ما تعرفش مين يكسب مين، ده في وجهة نظري. ممكن اكون طبعا دايما متعودين يا كابتن علاء اللي دايما، ويمكن هنكلمك ان شاء الله في الملف الجاي بالنسبه للدوري الممتاز به، دايما كنا متعودين السنوات اللي فاتت ان الممتاز به بيطلع كل طموحه ان هو يقعد في الدوري، بيبقى النتائج منخفضه بشكل كبير جدا في الدوري الممتاز ودايما هم مرشحين للهبوط تاني، وفي حصل كتير جدا. السنه دي مختلفه شويه طبعا، ان عندنا سيراميكا وعندنا غزل المحله وعندنا البنك الاهلي، شكلهم مختلف في الدوري. حتى البنك الاهلي مع الكابتن محمد يوسف ادى بشكل اكتر من رائع، يمكن في الاخر عدم توفيق حصل لكن عمل نتائج جيده، تعادل مع النادي الاهلي، تعادل مع سموحه، تعادل مع الاسماعيلي، مع بيراميدز طبعا. ده بالنسبه لك مش مؤشر جيد ان الدوري في منافسات افضل من السنين اللي فاتت، ولا انت شايفها بشكل مختلف؟ يعني هي المنافسه كابتن، المنافسه على الـ على الـ على الـ الاول، والاول زي ما الناس قالت محسوم، مش عايز اقول محسوم يعني عشان الناس ما تزعلش، لكن هيبقى في منافسه من بعيده شويه دايما مع النادي الزمالك بس. لكن الاهلي والزمالك هم المنافسه على الدوري، غير كده ما اعتقدش. يعني كل الفرق بعد كده شبه بعض، كله شبه بعض. اللي فارق الناس اللي طلعت من تحت، يعني سيراميكا والبنك حاجه ثانيه والغزل المحله عشان التدعيمات والفلوس. بالظبط كده، يعني طبعا الامكانيات هي اللي عامله الشغل الكبير للبنك الاهلي ولسيراميكا. البنك الاهلي في وجهه نظري الكابتن محمد يوسف لو كمل كان ممكن يمشي احسن من كده. صحيح ده حقيقي، خاصه كان عامل نتائج لا باس بيها. انا ما اعرفش، الناس ممكن استعجلت، الناس ممكن يعني كان ليها اهداف ثانيه او طموح ثاني ما اتحققش، لكن انا شايف الكابتن محمد يوسف كان بيأدي بشكل كويس في البنك. سيراميكا لا، سيراميكا طفره السنه دي بالامكانيات.
جايبه لعيبه ما شاء الله حاجه يعني محترمه جدا، لعيبه محمد ابراهيم، صالح جمعه، لا يا احمد ياسر ريان عمل اضافه كبيره جدا. يمكن انا كنت قبل كده في برنامج وقلت لازم احمد ياسر ريان ما كانش يخرج. بس خلي بالك ماشي، في دي وجهه نظر، وجهه نظر ثانيه تقول لك ده مكسب كمان للنادي الاهلي، يعني لما لعيب بيروح نادي ويتالق يمكن ما كانش هياخد نفس الفرص في النادي الاهلي، وبالتالي كمان لما بتوديه سيراميكا او بتوديه تاني، والاعارات السنه اللي فاتت بتدل على الكلام دوت، انك بتطلع لعيبتك اللي ممكن ما يكونش عندها فرصه من خلال زحمه في المركز دوت، انه بيتالق وامكانياته بترتفع، وانت عارف اللعيب طول ما هو بيلعب في الملعب مستواه بيعلى، وبالتالي تفوق يعني احمد ياسر ريان في سيراميكا ده يعود مكسب للنادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله انه يرجع تاني ويكون في مستوى عالي ويبدا يخش المنافسه بقى، ويبدا يبقى اساسي في النادي الاهلي. شوف يا كابتن، دي مش دي اول مره اتكلم على احمد ياسر ريان، دي يمكن تاني مره، يمكن الناس اللي متابعه ممكن تفتكر الكلام اللي انا قلته. احمد ياسر ريان لو خد الفرص اللي خدها مروان محسن وصلاح محسن ومحمد شريف وبواليا اعتقد كان هيبقى يعني حاجه مختلفه تاني. لكن هو طبعا افاده للنادي الاهلي وافاده ليه طبعا، افاده كبيره جدا، لكن ممكن كان ياخد الفرصه دي ليه. تخيل الاهداف اللي احرزها دي لو كانت مع النادي الاهلي، لا كانت هتعمل لنا معانا شكل كويس جدا جدا. حضرتك اتكلمت على فلافيو، قلت ان جوزيه صبر عليه، بس صبر عليه لما كان في نتائج واداء، مش صبر عليه وهو الدنيا متلخبطه ومتكسره زي ما بيحصل دلوقتي. ما كانش فيها زي بس الدنيا دلوقتي ولا متخبطه ولا متكسره يعني. لا يعني انا بقول خلينا نتكلم منطقيين، النادي الاهلي بيكسب واحد اتنين مش الاسكور، معلش انت برضو سنه سنتين ثلاثه هداف الدوري مش من النادي الاهلي، ودي قصه كبيره جدا طبعا، قصه كبيره جدا. وانا بلعب كان كابتن حسام هداف الدوري، كنت انا بنافس، كان محمد فاروق، كان بلال. دلوقتي احمد سمير من طلايع صح؟ بالظبط، دلوقتي احمد سمير من طلايع ومش مش مش راس حربه. فالنادي الاهلي لا يعني كان راس حربه بتاعه كان بينافس، ده احمد ياسر اربع وخمس اهداف، حتى سبع اهداف لغايه طيب احمد ده داخل في الهدافين دلوقتي. طب ما كان في الاهلي، فهو ده اللي انا بتكلم عليه يا كابتن، ان انت مشكلتك ان السنتين ثلاثه اللي فاتوا مفيش مهاجم بينافس حتى على هداف الدوري. بس ده في الدوري كله يا كابتن صح؟ هداف الدوري كله مش طبعا مش هداف النادي، لا هداف الدوري. السنه اللي فاتت مش عارف تقريبا وليد سليمان كان هداف الفرقه، كارثه كبيره جدا. بص ما بتبقاش كارثه نظري. بص هو برضو منظومه الكره اتغيرت بشكل كبير في العالم كله. هتجيب مثلا التوب سكورر في الدورات الاوروبيه مش هتلاقي راس حربه التارجت زي ما انت كنت بتلعب. هتلاقي محمد صلاح هو بيلعب طرف شمال وبيلعب شادو سترايكر، هتلاقي لعيبه كتيره جدا هدافين في الدوريات الاوروبيه مش اصلا راس حرب. من اساسيات راس الحربه انه يكون سكورر وهداف، لكن الخريطه اتغيرت شويه، انه ممكن جدا راس الحربه في اوقات كتيره كان عماد متعب بيلعب الدور ده، انه بيفتح لابو تريكا ويخش بركات ومحمد شوقي يعني الادوار اختلفت شويه عشان ما نظلمش قوي راس الحربه. يعني هل يليق يا كابتن ان السنتين ثلاثه اللي فاتوا مفيش مهاجم يتصدر هدافين الدوري من النادي الاهلي؟ يعني انا معاك في جزئيه، لكن الجزئيه الثانيه موضوع ان راس حربه هو الهداف ما بقاش هو ده اساس الكوره. يعني احنا محتاجين، هقول لك محتاجين ان يكون الاسترايكر بتاعنا على الجون افضل، لكن الفكره ان انت السيستم اللعبه بقى مختلف، والمحصله يعني دايما بنبص يا كابتن علاء للمحصله. النادي الاهلي بيكسب الدوري وبيكسب الكاس وبياخد كاس افريقيا على مستوى الارقام، افضل خط دفاع، افضل خط هجوم. فاحنا بنشتغل على الاجمالي والمحصله، واللي بتكلم فيه مهم لكن اختلاف الادوار شويه بالنسبه للكره الحديثه، ان راس الحربه ما بقاش هو التوب سكورر. والكلام ده مش في مصر يعني، اعتقد ده في الدوريات الاوروبيه كلها. يعني رايك ايه في الكلام بقى ده؟ هي هو طبعا كابتني طبعا مش قادر اتكلم. لا احنا بنتناقش انت قضيف دلوقتي قضيف ومهاجم وكنت هداف في يوم من الايام 73 هدف صحيح. يعني انت قول لي وجهه نظرك تحترم. قول لي وجهه نظرك صح. يعني استشهد بمحمد صلاح في ليفربول طبعا، بس محمد صلاح هداف الدوري اللي بعديه هتلاقيه ماني معاه في نفس الفريق. طب هتلاقي مثلا توتنهام سون وكين، يعني هتلاقي برضو راس حربه بينافس. لكن المشكله ان في النادي الاهلي لا مش شايف. يعني كابتن حاجه غريبه جدا، النادي الاهلي اخر 3 4 سنين مفيش راس حربه هداف دوري او بينافس حتى، دي مشكله كبيره جدا.
انت عامل ايه في الشرقيه للدخان؟ الحمد لله. لا طب تعالى لا لا ثواني بس اعرف لا لا ثواني اعرف اعرف عامل ايه في الشرقيه للدخان؟ عندك مهاجمين، عندك سترايكر جامد جدا. الحمد لله احنا يعني الموسم الماضي كنا في الدرجه الثالثه، صعدنا الحمد لله ممتاز بيه. المهاجم بتاعي الحمد لله حاطط حوالي 27 هدف ما شاء الله، واشتروه سيراميكا. كم مباراه؟ كم مباراه في حوالي 26 مباراه اشتروا سيراميكا تقريبا كل مباراه بيهدف يعني. اشتروا سيراميكا مبلغ مين؟ احمد امين. احمد امين اشتروا سيراميكا. السنه دي احنا عندنا ما شاء الله عندنا محمد حسن لعيب كبير تاني هداف المجموعه، جايب 8 اهداف. عندنا برضو محمد الفيل 4 اهداف 5 اهداف. عندنا برضو سام فتحي، لا عندنا 3-4 لعيبه يعني مميزين الحمد لله في حته التهديف. اهو شفت بقى اللي بيجيب اجوان في نص الملعب ومش مش راس حربه بس يعني الحته اللي طيب معلش هرجع معاك للجدول الدوري، لان يعني انا بختلف معاك شويه في الراي وخلينا نتناقش. انا شايف ان الدوري السنه دي لا باس بيه، وخاصه تفتكر معايا على ان بدايه الدوري كانت بعد توقف طويل قوي من الكورونا، فكل الناس كانت متوقعه ان هيبقى الدوري، تفتكر الدوري كمان بداياته اول 3-4 اسابيع كان الريتم سريع وتحس ان اللعيبه فايقه على غير المتوقع. استمرار الدوري في المنافسات وفي فرق في اعتقادي من الفرق الكبيره اللي ظهرت بمستوى اقل من مستواها، هتكلم مثلا على الاسماعيلي، هتكلم على المقاولين، بنتكلم على الانتاج الحربي، بنتكلم على طلائع الجيش قبل فتره عبد الحميد بسيوني. والجزء الاخر في فرق ما كانتش في المتوقع ان وصولها، بنتكلم على الجونه مثلا، بنتكلم على سيراميكا، غزل المحله دلوقتي، وكمان فرق ما كانتش كان بيقولوا انها هتبقى منافسه، زي مثلا بنتكلم على بيراميدز تعثروا في فترات كتير. المؤشرات ديت ما بتديكش لا التنافس موجود، وان خلاص الفرق بقت كلها طمعانه في بعض بشكل ايجابي، وده انا شايفه ايجابي مش شايفه سلبي يعني. هو كابتن متفق مع حضرتك طبعا، في بدايه الدوري كانت قويه، لان احنا يعتبر الدوري ده كماله للدوري اللي فات. لان يعتبر بعد الكورونا ال5 شهور ال4 شهور دي، لا يعني اللعيبه خدت راحتها بقى، وبدانا الدور الثاني كله بتاع الدوري الاول الموسم السابق وكملنا بيه الدوري ده. لكن التعاقب بقى الماتشات والموسم الدور الاولاني اللي هو الدور الثاني اللي بتاع الموسم السابق والدور ده خلى في اجهاد، فخلى الوضع اللي احنا بنشوفه ده. ده رقم واحد. رقم اتنين، المسافه الصغيره بتاعت التعاقدات بتاع اللعيبه هي دي برضو ادت فرصه، بدليل ان الفرق اللي كانت بتعاني الموسم السابق هي برضو بتعاني السنه دي، وبالعكس ده بتعاني اكتر. الفرق الكويسه اللي بدات تعمل ايه؟ اللي هي تعمل تعاقدات كويسه زي سيراميكا، هي دي اللي عملت تعاقدات كويسه، هي اللي ماشيه بشكل كويس. بيراميدز يعني بيراميدز طبعا من الفرق اللي موجوده في الجدول وفوق والكلام ده، بس بيراميدز لما نيجي بنتكلم عليها بنتكلم على تحقيق بطوله، واللي في وجهه نظري هيبقى صعب جدا طبعا. مستحيل انها تحقق بطوله، مع ذلك موجوده برضو في الجدول. المصري انا شايف المصري ماشي بخطوات كويسه، ماشي بشكل كويس. يمكن النهارده هزيمه مفاجاه من بيراميدز، ويعني وضع برضو طبيعي يعني. حتى لو بصيت للعيبه اللي جابت الاجوان هتلاقي محمود وادي اساسا مشترينه من المصري، صحيح. احمد ايمن برضو من المصري، يعني اسلام عيسى من المصري، يعني برضو ده دول اللي هدفوا النهارده بالظبط ماتش النهارده. فبالظبط فيعني برضو هو التعاقدات هي اللي بتصنع الفرق كابتن. فهي دي المشكله بتاعه الدوري السنه دي، ان الانديه بقت كلها شبه بعض. يعني انت النهارده وحضرتك بتتفرج مثلا على المصري وبيراميدز في فروق كبيره، لكن ما تعرفش مين يكسب. النتيجه 1-1 الدقيقه 88 كابتن علاء، يعني ده ايجابيه. الفروق المستويات على الورق فروق واسماء كبيره في بيراميدز، عم نتكلم على المستوى الفلوس كمان التعاقدات هتلاقي فروق كبيره جدا، لكن على المستوى الفني لا مقربين يعني والفروقات قليله يعني. انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه، في كل دوريات العالم يا كابتن هتلاقي فرقه فرقتين ثلاثه هم اللي بنفسه والباقي تحت خالص كله كده. يعني احنا لو جينا في اسبانيا هتلاقي برشلونه، ريال مدريد، اتلتيكو، والباقي كله من بعيد. هو ده الاقوى، ده الامر الطبيعي. في ايطاليا يوفنتوس، انتر، ميلان، والباقي كله كده. لكن لما تلاقي كله شبه بعضه دي في وجهه نظري مش يعني مش ايجابيه، لا بالعكس. احنا مثلا الموسم الماضي او اللي قبله الاهلي والزمالك كان بيخش شويه، مثلا بيراميدز المقصه شويه، لكن السنه دي الاهلي والزمالك خلاص في حته ثانيه خالص خالص، والباقي كله شبه بعضه. طيب كابتن حضرتك لما تيجي تتفرج على ماتش في الدوري ما تعرفش مين هيكسب،
طب ما ده كويس مش وحش، خلي بالك. لا ازاي يا كابتن؟ يعني ده كويس يا كابتن، لازم قاعد انك قاعد لازم يبقى في فروق. ماشي، ما انا بتكلم قوه. ما يعني يعني اقول لحضرتك حاجه، مثلا الجونه، الجونه كان بينافس على اول الدوري بيخسر 3 على 4. ده كويس يا كابتن علاء. من المقاولين، المقاولين اللي خسر مش عارف من كام. انا شايف ان ده في اثاره ان انت مش قاعد اسوان يكسب الاتحاد في اسكندريه 3. طب ويعني ده حلو؟ طب ويعني يعني انا شايف ان ده حلو، ان ده قاعد بتتفرج مش عارف مين اللي هيكسب ده النهارده على الورق. اه الاتحاد واسوان، الاتحاد يكسب، لكن انت بتتفرج لا ده في اطاره، لا ده اسوان كسب 3، ففي متعه للمشاهد. خلينا نتكلم على مستوى المشاهد. وتزعل لما، عايز اسالك سؤال، انت تزعل تزعل لما يكون فريق اسوان قوي؟ مش يعني انا مش بتكلم ان فريق اسوان قوي، لا لا. قولي. انا بتكلم ان الفرق بينه وبين نادي الاتحاد السكندري ما بقاش كبير. طب ايه يعني لما نقول انه النهارده الفرق بقت مستوياتها متقاربه، وده برضو بيتطبق على اللاعب؟ ليه بيدل على الضعف؟ ده بيدل على ان قد تكون المنافسه مشتعله. يعني دي ممكن يكون وجهه نظري بقى. بنرجع لحضراتكم وضيفنا الكابتن علاء ابراهيم. كابتن علاء، من خلال التقرير وهاخد حربته بشغلك دلوقتي، انت ما شاء الله الاول على مجموعتك في التقرير، في 3 فرق صعدوا من الممتاز به للدوري الممتاز، بنتكلم على غزل المحله والبنك الاهلي والسيراميكا. هل شايف ادائهم من خلال الدوري دوت بقى إضافة للدوري وطموحات عليت بالنسبة للثلاث فرق دول، إن هم لا إحنا مش هنقعد في الدوري لا، لكن ممكن كمان نحقق نتائج إيجابية زي سيراميكا ويبدأ ينافس على المربع الذهبي؟ شايف أدائهم إزاي في الدوري؟ أندية الشركات يا كابتن لما بتصعد للدوري الممتاز الحقيقة بتعمل حالة جميلة جدا في الدوري. أول حاجة التعاقدات، الفرق بتبقى قوية. يعني دلوقتي مين يقول سيراميكا والبنك وغزل المحلة هينزلوا؟ احنا دلوقتي لو بصينا للجدول هنلاقي اخر 3 فرق الانتاج وادي دجله والاسماعيلي والانتاج الحربي. يعني وطلع الجيش كمان. يعني شوف الاسماء متغيره دايما. قبل كده السنين اللي قبل كده دايما اللي كان بيطلع الدوري ممتاز دايما بتلاقيه تحت. مظبوط. فدي برضو عامله حاله يعني جميله ان شاء الله تكمل. في برضو فرق شركات جايه تاني في الممتاز به ان شاء الله، يعني يكون لهم نصيب السنين اللي جايه. انت مع الشركات ولا تفضل الانديه الشعبيه اللي هتطلع يعني، ولا لسه ما فيش الامكانيات الماديه او الفنيه اللي ممكن الفرق الشعبيه ذات الجماهيريه؟ يعني عندنا غزل المحله صعد بيأدي بشكل جيد جدا، مستوى الفرق الشعبيه مثلا تحت، بتتكلم مثلا على المنيا من الانديه الشعبيه اللي ليها جماهير بتنافس اعتقد معاك على الصداره، شايف ده ازاي؟ شوف يا كابتن، الانديه الشعبيه عندهم مشكله كبيره جدا. اول حاجه ماديا طبعا. الماده عندهم دنيا صعبه خالص، ضعيفه جدا جدا. بالظبط كده. يعني حتى لو صعدوا في وجهه نظري يعني مش هيعملوا اضافه، ده رقم واحد. رقم اتنين، دايما الانديه الجماهيريه بيبقى فيه كلام كتير وفي مشاكل كتير، فده اللي بيأثر على النجاح بتاعهم. لكن انديه الشركات الدنيا بتبقى 5 6 10 مجلس اداره هم اللي بيديروا المنظومه، فبتلاقي الدنيا المشاكل قليله وفي فلوس. ده الاهم كمان. خلي بالك يا كابتن، مش دايما الشركات دايما فيها فلوس. يعني احنا نشاط دخان على فكره، المنيا وبني سويف والاعلاميين والالومنيوم ممكن يكون بيصرفوا اكتر مننا. يعني شركه، بس احنا مش شركه، يعني مش الشركات الكبيره. لكن مثلا في المجموعه مثلا بحري فاركو طبعا فرقه يعني عندها عامل شكل كويس مع مجدي عبد العاطي طبعا، ما شاء الله بقى الاول دلوقتي. برضو لو صعد في وجهه نظري زي سيراميكا كده مش هينزل هيسري الدوري. احنا بتروجيت، انا يعني تجربه ليا فريده جدا حقيقة. مع بتروجيت صعد، يمكن نزل لما الدنيا بس بداوا يقلوا شويه الدنيا نزلت. كلمني يا كابتن عن تجربتك مع شرقيه للدخان، وبمناسبه ماديا والانديه الدوري الممتاز النهارده هتعاني طبعا من قرار اتحاد الكوره ان عليها ان تتحمل تكاليف المساحات، فما بالك بقى بانديه القسم الثاني؟ يعني المساحات، ما فيش مساحات اساسا. انت بتعمل مساحات للجي مثلا؟ كان الاول وبعد كده اتلغت. يعني انتوا ما بتعملوش مساحات قبل من بدايه الدوري؟ لا احنا كنا شغالين الدوري كله ساعه اللجنه الخماسيه كانت بنعمل مساحات لينا وللدرجه الثالثه. الجيل اللجنه الثلاثيه ده كان على حساب الاتحاد، على حساب كان على حساب الاتحاد. جيل اللجنه الثلاثيه شالوا الدرجه الثالثه، وبعد كده راح شالوا الممتاز به. يعني انت بتلعب ما بتتحملوش موضوع المساحات، ما بتعملوش مساحات، بتلعبوا كده
طب يعني ده كان ده علامه استفهام كبيره جدا على فكره. طبيعي، بس هو يعني ما كانش ليكوا، ما كانش في ردود افعال من الانديه نفسها لما جه قرار مثلا ان لا المسحات انتوا على حسابكم، او انتوا خلاص يعني اعتقد ما بتعملوش مسحات، او ما فيش حتى كنترول انت عامل مسحه ولا مش عامل مسحه. طب وحتى لو على حساب الانديه يا كابتن، مين الرقيب اللي يقول ده عنده وده ما عندوش؟ طب ورد فعل الانديه ايه برضه؟ ولا حاجه. يعني هو انتو قال، قالوا لهم انتوا تعملوا على حسابكم، قال لك مش هنعمل بقى، والدنيا سبت. احنا غالبا ثالث ماتش او ثالث اسبوع نلعبه من غير مساحات، من غير مساحات خالص. اه الممتاز بيه الدرجه الثالثه قبلينا باربع خمس اسابيع بيلعبوا برده من غير مساحات. طب ايه انت رايك في قرار اللجنه الثلاثيه ان حتى عايز يطبق ده على الدوري الممتاز؟ والله يا كابتن يعني انا في وجهه نظري يقول ما فيش مساحات وخلاص ويخلص، لكن عشان يقول ان الانديه تتحمل مساحات، ما هو طيب ما في انديه مش قادر طبعا، يعني دي على المستوى المادي مش قادرين، وعلى مستوى الاصابات، على مستوى الدوري نفسه اعتقد مش صحيح، لانك في فرق بتلعب في افريقيا. كابتن اتحاد الكره هو اللي بيدير منظومه الكره المصريه، اتحاد الكره هو اللي مسؤول على نجاح المسابقه، مسؤول على نجاح المسابقه يعني معنى كده ان انت لازم تضحي. ما اعترضتوش ليه على اللعب مثلا؟ يعني انت النهارده بتجازف بارواح لعيبه، اللعيبه ديت عندها اصحاب، عندها اهالي، بتمشي في الشارع، بتتعامل مع الناس، فده يعني احنا بنتكلم على صحه بني ادمين زي ما كنا بنتكلم في الاول، حتى مش صحه لعيبه، صحه بني ادمين. فانتوا ازاي يعني، انت يعني ازاي موافق وبتلعب باللعيبه؟ ازاي ما فيش اي رد فعل من هذه الانديه؟ بتكلم على شرقيه للدخان، المنيا تقريبا درجه صعب بعديك على طول المركز الثاني، يعني ليه ما فيش اي رد فعل من الانديه دي، انديه القسم الثاني؟ احنا القسم الثالث تقريبا 167 نادي، القسم الثاني 48 نادي، يعني عدينا ال 200 وشويه، كل اسبوع بيلعبوا ماتش. تخيلي مثلا كم 200 نادي او ازيد من 200 نادي في 20 لعيب مثلا غير الاجهزه 30 مثلا، اضربي بقى 30 في 200 بكام، كل اسبوع بيبقى في بنتكلم على نسبه احتكاك اعلى بين، انت بتتكلم على ناس كمان وضعها المادي مش كويس، مستواها المعيشي بيضطرها ان هي تتعامل مع ناس وتنزل شغلانه واتنين، انا في ازمات تحت بالزبط كتير جدا بالزبط جدا بالزبط. يعني معظم لعيبه الدرجه الثالثه والدرجه الثانيه بيشتغلوا، وبعدين ازاي بتطالب ان انت النهارده ان اللعيبه تعمل المسحه دي وانت الحكام عندك من جوه ما بتعملهمش ولا بيطلب منهم ان هم يعملوا مساحات ولا بيعملوا مساحات؟ يعني ده موضوع على فكره يعني كارثي جدا بكل المقاييس. يعني خلينا نتكلم منطقيين، حتى لو المساحات لو هتعملها يعني يتحملها النادي، مين الرقيب على المسح؟ مين اللي يقول ده؟ ما انا ممكن يكون لعيب عندي ولعيب مهم مثلا. انا هقول لك كابتن، لو هتتعمل مسحه بالشكل البروتوكول الطبيعي انك بتعمل مسحه قبليها ب 48 ساعه والنتيجه بتطلع بعديها ب 24 ساعه، حضرتك كنادي بتبعت هذه النتيجة مختومة من الجهة المراقبة أو جهة مختصة بمساحات الكورونا، وبتبعت الليستة للاتحاد الكرة بتقول له والله لعبت اهيت ان احنا عندنا كل المساحات السلبية. فخلينا نتكلم، احنا نتمنى ان القرار ده يتغير لانه مش في صالح الكرة عامة، مش في صالح الدوري، لان ممكن جدا وارد مش في صالح صحة المواطنين يا كابتن هاني. وبتكلم يعني حتى بنتكلم على مسابقة والفاليو بتاع المسابقة والدوري المصري، ممكن يحصل مشاكل ويبقى عندنا تعطل في المسابقة وبالتالي تتعطل بشكل كبير جدا. عايزين نروح ليك بقى كطموحاتك انت كمدير فني، بتتكلم دلوقتي على سيراميكا، بتتكلم على البنك الاهلي وغزل المحله، انت ان شاء الله لما باذن الله تصعد طموحاتك هتبقى، هل طموحات انك تبقى في الدوري من خلال تعاقدات، من خلال او يعني لسه قدامك المشوار طويل، او فكرك لسه ما وصلش، او يعني تركيزك انك على البطوله توصل في النهايه ان شاء الله انك توصل للدوري الممتاز؟ يعني طبعا مبدئيا يا كابتن طموحنا ان احنا نصعد الدوري الممتاز طبعا، لكن طبعا لسه احنا عندنا اول مباراه في الدور الثاني، يمكن احنا مشوار طويل لسه، فرق خمس نقط بيننا وبين الثاني المنيا بالظبط كده. يعني بدري جدا ان احنا نقول ان احنا صعدنا دوري ممتاز. طبعا نادي شرقية الدخان شركه ونادي كبير جدا واسمه كبير جدا، من اقدم الانديه في المجموعات الحقيقه، وكان بينافس قبل كده كذا سنه لصعود الدوري الممتاز في الدورات الترقي وما كانش بيحصل له نصيب. فنتمنى ان شاء الله يا رب ان شاء الله نتمنى، لكن احنا بنشتغل، الشركات دايما بيبقى ليها هدف، دايما اول الموسم كده بيجيبوا المدرب ويقولوا انت هتكمل معانا مثلا الموسم، هدفنا مثلا نصعد الدوري الممتاز. قالوا لك ايه اول سنه؟ نصعد الدوري الممتاز الصعود طبعا. بالظبط، قلت لهم نصعد الدوري الممتاز، نعمل 1 2 3 4 كويس،
الحمد لله نفذوها واحنا ماشيين بنفس الكلام. لو حصل ان شاء الله ربنا كرمنا مثلا وصعدنا دور ممتاز الامكانيات اذا كان هم عندهم الرغبه ان احنا نكمل كجهاز او لا. لو لهم الرغبه طبعا هنبقى نقعد هيقولوا بقى احنا محتاجين مثلا نقعد في الدوري الممتاز هنقول والله قد كده التعاقدات قد كده هنعمل قد كده عايزين مثلا مركز هنعمل قد كده. فدي طبعا بتختلف بالامكانيات النادي وطموح النادي صحيح ماديا. يعني اعتقد نادي سيراميكا لما جه قعد مع كابتن هيثم اعتقد قال له احنا عايزين نبقى المربع المربع زي ما انت حضرتك شفت صالح جمعه ومحمد ابراهيم نفس التعاقدات. لكن لو عشان يقعد هيقل 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 بس بنسبة معينة للي هي نص الجدول ان هي عدم الهبوط. لكن لما يبقى طموح عالي بتبقى يعني بس الموضوع ماديا بحت يعني. بس بالرغم من ضعف الماديات في الشرقية للدخان بس برضو انت يعني عشان يعني انت صنعت فارق مع النادي ده. لا هو مش صنعنا فارق ولا حاجة احنا بنشتغل وشايفين شغلنا الحمد لله. يمكن حظنا الحمد لله احنا كان لي حظ ان انا لعبت في النادي الاهلي 5 سنين اتعلمت مع مدربين كبيرة جدا يعني اللي انا اشتغلت معاهم. فدي طبعا خدنا خبرات كبيره الحمد لله بنحاول يعني نستفاد منها بتحاول تطبقها بالظبط يعني في اوقات كتيره يعني دي حاجه. تاني حاجه التوفيق ربنا الحمد لله. للامانه برضو امكانيات النادي الشرقية الدخان بالنسبه للممتاز به يعني لا انت امكانيات يعني لا تصنع فرق الحقيقه حتى على مستوى الماديات. لكن انا اخذت من كلامك كمان على مستوى التعاقد مهم جدا اللي انت قلته ان كل يعني كل اداره بتقعد مع المدير الفني وبتحدد التارجت بتاعها بالزبط. وده مهم بالزبط. خلي بالك في انديه في الدوري الممتاز ما بتعملش كده يعني بتيجي بتتعاقد مع المدير الفني من خلال ايجنت وبتاعه يمضي عقد وبعديها بقى 4-5 أسابيع يروح نادي تاني. فان الشرقيه للدخان بتقعد مع كابتن علاء وبتقول له احنا والله التارجت بتاعنا الصعود ايه اعمل لنا بلان وده مهم جدا بالزبط. انك بتشتغل ببلان انك بالزبط. عندك بلان على مستوى سنه احنا بالزبط. هدفنا الصعود بالزبط. وبتبدا انت تحط طلباتك كمدير فني شايفها هو ده اللي وصلنا للنقطه بتاعتنا. واعتقد هذا التنظيم وهذا البلان تنظيم في عمليه انك توصل لهدفك ده مهم جدا. واعتقد التصدر المجموعه مش من فراغ يعني نتيجه للاداره اللي وراك بتلبي طلباتك ونتيجه لامكانياتك بتتكلم على خبرات كبيره جدا استفدت بيها من خلال حتى وجودك كلاعب من خلال مدربين اللي احتكيت بيهم. اكتر مدرب لما تيجي بتطبق حاجه بتفتكر مين او انت عايز تشتغل او تعمل شغل تكتيكي بتفتكر مين وتبدا تقول ده انا اتمرنت مع فلان عمل كده فحاول اعملها مع فرقتي يعني طبعا مانويل جوزيه اكيد يعني معظم شغل الحقيقه استفدت منه الحقيقة. فعلا رقم واحد بالنسبه لك بالظبط يعني الحقيقه اخذت منه شغل كتير جدا كنفسيا كمعنويا كفنيا فنيا اخذت منه ايه الحقيقه من المدربين اللي هم فاروا معايا جدا ايه في انهي جزئيه الهجوم الدفاع التأفيل يعني بص المدربين الاجانب عموما عندهم يعني حته القلب وعندهم عندهم الطمع ما يخافوش يعني. النتيجه جراءه يعني احنا الماتش اللي فات كنا بنلعب فرقه في سوهاج اسمها طهطا معانا في المجموعه. الشوط الاول جه فينا جون في الدقيقه 40-41 من الشوط الاولاني وجينا الشوط الثاني اول 5 دقائق 7 دقائق جه فينا جون الثاني 2-0 في ملعب واجواء وجمهور موقف صعب. فاتعلمت من مانويل جوزيه المغامره بقى خلاص 1-2-3 نديت على اللعيبه قلت لهم بصوا احنا خسرانين 2-3-4-5 مش مشكله هاجم خلاص ما خلاص يعني خدت الريسك عملتوا ايه وكسبنا 3-2 والله والله في الشوط الثاني بقى حلو انت جريء يا كابتن علاء لا هو مش جريء انت يعني شخصيتك كمان يعني افتكر ان الشخصيه برضو بتفرق يعني شخصيه المدرب الفني بتفرق جدا جدا مع اللعيبه. بص يعني ايه خبرات يعني خبرات ان المواقف دي حصلت ليك قبل كده اتعلمت منها كنت انا بلعب مباراه كان قناه والاهلي في استاد القاهره وكان الشوط الاول 1-0 للقناه وكان مالو جوزيه كان ماسك جه من الشوط الثاني جه علينا ضربه جزاء وضاعت مانويل جوزيه كان كل تغييراته طلع تقريبا وائل جمعه وشادي محمد ونزل برضو كنا بنلعب حوالي 5 فروقات ما نعرفش يعني مدافع كان وليد وكنت انا وكان علي ماهر وكان فاروق وكان تقريبا بيبو يعني 5 لعيبه بتهاجم بس وكسبنا المباراه دي 2-1 فعندهم جرأه ممكن تكون جرأة محسوبه لكن هو على بيحسبها على فكره موسيماني عمل كده الماتش اللي فات ماتش طلائع برضو الناس اللي تاخد بالها ان في تغييراته في اخر ربع ساعه وقالها في المؤتمر الصحفي احنا متعادلين 1-1 فخرج خلاص كنا بنلعب ديفندر واحد
ونزل تقريبا بنلعب باربعه، بواليا كان موجود وجيب كان موجود، ونزل كهربا، ويعني زود الحاله الهجوميه بشكل كبير. هو طبعا طبع في الماتش يا كابتن، بس مع الفارق طبعا ان النادي الاهلي نادي كبير. اه طب يعني النادي الاهلي لا يعني اي حد هيلعب قدام النادي الاهلي في اخر ربع ساعه طبيعي انه هيقفل، لازم يخاف طبعا طبيعي انه فطبعا ان هو لازم يطمع، يمكن كمان ممكن يكون من بدري كمان صحيح. لكن هي المجازفه بتبقى برده يا كابتن يعني لها حساب، يعني لها محسوبه برده. لكن لما النتيجه لما تكون رايحه خالص، يعني انت 1-0 تعادل وعايز تكسب، بتجازف في اخر 10 دقايق، اخر 8 دقايق، اخر 5 دقايق في الحاجات اللي هي ممكن ايه تجيب وتقفل. لكن انت ممكن تتعادل بس ما تعرفش تلم نفسك صحيح. يعني صحيح. الوقت خلاص، ما هتعمل ايه، ما يجي فيك تاني بالزبط. فبتبقى محسوبه يعني، فدي اللي اتعلمناه يعني. احنا بنشكرك جدا جدا، نورتنا النهارده، ربنا يخليك، نورتنا وشرفتنا، وبالتوفيق وان شاء الله نشوفك السنه الجايه في الدوري الممتاز يا رب يا كابتن. وانا سعيد ان انا اكون مع حضرتك، حبيبي حضرتك حبيبي بالنسبه لي كابتني وحاجه بتشرف بيها، ان انا سعيد ان انا بشوف حضرتك. حبيبي حبيبي علاء، نفسي اشوفك في الملعب ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا ان شاء الله قريب باذن الله. شكرا جزيلا ليك. دلوقتي معاد الفقره طبعا المميزه كل يوم ثلاث مع زمايلنا محمد فارس ومحمد واحمد اسامه. احمد ومحمد ازيكم؟ اهلا بيكي استاذ سهام، اهلا بيك يا كابتن هاني، كابتن علاء الهداف اللي فعلا بنفتقد النوعيه منه في الملعب. سعداء بيكم وان شاء الله نقدم حلقه تعجب الجمهور وتنال رضاهم باذن الله كالعاده. كالعاده ان شاء الله. غريب عليكم يعني طبعا التالق، ودايما الناس بتستناكم من ثلاث لثلاث، وان شاء الله بالتوفيق وتكون فقره مميزه كالعاده بدعمكم ومساندتكم ان شاء الله كابتن هاني. وطبعا برحب بزميلتنا استاذ سهام، وطبعا كابتن علاء ابراهيم نجم الاهداف الصعبه، يعني اهلا بيكم وان شاء الله تكون الحلقه موفقه ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طبعا يا فارس نطلع فاصل ونرجع نكمل. نطلع انت فاصل طبعا، انتظرونا بعد الفاصل ان شاء الله، وحلقه مميزه ان شاء الله من الاهلي خط احمر.